اه تمام يا دكتور، احنا جاهزين لو حضرتك حابب تبدأ، بس استاذنك بس الاول نعرف حضرتك. دكتور باشمهندس مصطفى اسماعيل، محكم معتمد بالهيئه السعوديه للمهندسين، حاصل على الاف اي اس سي بي، السي اف سي سي، الاي سي اي ارب، الام سي اي او بي، البي ام او سي، البي ام بي، السي سي بي، ال اي دي، البي ام اي ار ام بي. اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. انا اسمي مصطفى اسماعيل، متخرج من جامعه عين شمس سنه 1988. اشتغلت في القاهره وفي الصعيد، وبعد كده اشتغلت في السعوديه حوالي 27 سنه. ما زلت اخر فتره ليا في الاستشارات الهندسيه، وقبل كده كنت في المقاولات، مهتم بمجال العقود كعلم وكعمل. عندي بكالوريوس من جامعة عين شمس، ودبلومات من جامعة القاهرة، وبعد كده دراسات عليا في الأزهر، حوالي 10 سنين، 7 8 سنين. النهاردة عايز أتكلم مع حضراتكم في موضوع في العقود، باعتبار إن إحنا بنشتغل في العقود بصفة يومية في مجال الكونستراكشن. عايزين نسهل الأمر في مجال العقود، عايزين نعرف وإحنا بنتحرك نكون عندنا الكوشنز الكافية، عارفين احنا بنعمل ايه ورايحين فين وجايين منين وبنكتب ايه وبنكتب ليه. اخترنا النهارده علاقة المالك مع الاستشاري عشان تكون موضوعنا في اللقاء الجميل النهارده ان شاء الله. العقود، المقدمة المعتادة في العقود، بنقول ان احنا داخلين مشروع المقاولات عشان يكون فيه بينيفيشال ريليشن شيب بين اطراف العقود. هنركز النهارده زي ما قلنا على العقد بين المالك والاستشاري. العقد بين المالك والاستشاري ممكن يكون تيلورد، وممكن يكون تيلورد يعني مع متفصل على قد المشروع، وممكن يكون ستاندرد فورم كونتراكت زي الاي سي او الاي سي اي او الفيديك. النهارده اخترنا الفيديك وبعض نماذج الخليج العربي نتكلم فيها بسرعه. هنعرف يعني ايه الفيديك. فورمز اوف كونتراكتس مجموعه من نماذج العقود، مجرد منظمه. الفيديك هي مجرد منظمه. عايزين ناخد نوتس مع بعض كده محترمه. اتكونت من عشرات السنين، من سنه 13 ابتدت ببعض التعاون مع المهندسين الاستشاريين في قلنا الفيديك منظمه اوروبيه تكونت سنه 13. سريعه لمن يحب ياخد فكره يبقى يطلع على السلايدز، مش هندخل في التفاصيل اللي مش بتخدم. اول مؤتمر اتعمل سنه في جنت في بلجيكا سنه 13، وبعد كده عملنا ان احنا نعرف اهم حاجه من كام سلايد دول، ان احنا نعرف ده الديفلوبمنت بتاع الفيديك. نعرف ان احنا في عندنا فورمات مختلفه للفيديك تسهل اداره عقد محدد. الماجوريتي اوف ورك بتاعته من نوعيه معينه. لما بنتكلم عن عقد الكونستراكشن العادي خالص، العماير اللي احنا عارفينها والابراج اللي احنا عارفينها ومعظم المشاريع الكونستراكشن، بنلجأ لفيديك اسمه الفيديك الاحمر. هو الكلوزز بتاعته والشروط العامه والخاصه فيه بتساعدنا نمانج عقد كونستراكشن من النوع المتعارف عليه زي المباني والكباري والسيفل ورك بصفه عامه. لو لقيت عندي شغل فيه نو هاو شويه وفيه ديزاين بيلد، عايز اخلي حد يصمم لي وينفذ بالمره، ففي الفيديك بيديني توصيه بالفيديك الاصفر. وفي نوع تاني لو انا ما عنديش الامبلوير ريكوايرمنت، شويه معلومات عريضه كده عن المشروع بتاعي، بيقول لي انا انصحك بحاجه اسمها الفيديك السيلفر او الفيديك الفضي، استعمله هيساعدك في اداره المشروع. نقول تاني كمان مره، هل ده دستور؟ هل ده قانون؟ هل ده اجباري؟ احنا بنقول لا، هذا مجرد بدل ما تبتدي انت من السكراتش تقلب
او تفكر في عقد لهذه الظروف الخاصه اللي انت فيها، فانت بنتكلم معاك على ان في شيء اتعمل ونجح اسمه فيدك احمر للكباري والمباني، فيدك اصفر للمصانع والام اي بي وورك، فيدك اي بي سي للترنكي بروجكتس. يعني ايه ترنكي؟ امتى تروح للترنكي؟ لما بتكون الدوله او الاونر او الامبلوير عايز يعمل فاسيلتي، الفاسيلتي دي ما يعرفش يصممها وهو مش عارف كتير من تفاصيل متطلباته، بس عارف الاند برودكت، عارف هو عايز ايه في الاخر، عايز منتج محدد، ميجا وات، عايز الميجا وات، عايز اس تي بي، محطه صرف صحي بديسشارج مع بمخرجات معينه، عايز محطه تحليه مياه بمخرجات معينه، فما يعرفش جواها تفاصيل كتير. التفاصيل الكتيره دي بيحتاج يلجا لكونسلتنت، لاكسبرت يعملها له. لو كانت مبهمه جدا فبيروح الى اي بي سي، لو كانت عنده بعض الامبلوير ريكويرمنت وكونسبت ديزاين ممكن يروح بيها للفيدك الاصفر. طيب امال احنا ناس كتيره ما، طيب كنا بنقول ان احنا وصلنا للفيدك الابيض، علاقه الاستشاري مع المالك، هيعملوا عقد مع بعض. النموذج في الفيدك المتاحه اسمها النموذج الابيض، الفيدك الابيض، الغلاف لونه ابيض لا اكثر ولا اقل. بنتكلم عن غلاف في الفيدك، اللي عنده سؤال عن الفيدك ومفهوم الفيدك والسيناريو ده انا ان شاء الله جاهز، وانا فاتح الاسئله بعد اذنك يا مهندس عمر عشان نعمل ستريم لايننج مع الجميع، مع لمده اول ربع ساعه يعني لغايه مثلا 10 الا ربع، عشان الناس تبقى محدش يبقى عامل بلوك لنفسه من اول المشروع. معانا ربع ساعه اللي مش واضحه حاجه معايا يقول. دخلنا بعد كده قدامي الاصدارات للفيدك الابيض، الفيرست اديشن والسكند والثيرد والفورس والفيفث، في واحد 2005 اللي هو الثيرد، والفورس هو 2006، والفيفث 2017. 2017 بالفعل في تحسين كويس، واللي جاري لغايه دلوقتي في السوق هو ال 2006 اللي اسمه الفورس اديشن. هنشوف النهارده، هنمر مرور الكرام على، مش مرور الكرام، مرور على كل بنود الفيدك الابيض، وبعدين هنشوف ايه هي الافليات فورمز، ايه اللي بتتساعد معاه وايه اللي بتشتغل معاه الانتر اكتد معاه، وهنشوف التحسينات في الفيدك الفيرجن الجديد اللي اسمه 2017، وبعد كده هنبص على نموذج في العقد في التحسينات، هنشوف العقد العماني قال بعض الجمل كده والعقد الكويتي، وبعدين هنشوف نموذج اشتغلنا بيه طبقا للعقد السعودي. طبعا العقد السعودي اكثر واحد اشتغلت بيه، وعقد الاستشارات، وفي بروس اند كونز هنتكلم عليها في طريقنا. الفيدك الابيض احيانا الاستشاري بيكون المشروع اكبر او يتطلب تصنيف اعلى منه، او يتطلب امكانيات بشريه وامكانيات ماديه اعلى من امكانياته، فبيبتدي يعمل جوينت فينشر مع مكاتب متخصصه، مكاتب متخصصه في السويل ميكانكس، مكاتب متخصصه في السيفتي، مكاتب متخصصه في البيم، مكاتب متخصصه في الانفايرمنت، مكاتب للام اي بي، وارد تعمل جوينت فينشر من اي نوع. ففي الفيدك بيساعدك انك تستعمل هذا النموذج اجريمنت، اللي هي اول اديشن ليها كان سنه 92، دي بيسموها جوينت فينشر اجريمنت for consulting companies bidding for engineering services agreement in joint venture or consortium. لو عايز تعمل consortium مع شركة أو أكثر من شركة، أو لو عايز تعمل joint venture مع شركة، فأنت بتلجأ للفيدك اللي اسمه joint venture agreement. طيب لو أنت خلاص المشروع معاك وعايز تعمل sub consulting، ففي حاجة اسمها sub consulting agreement، ودي باختصار نحفظها زي عقود المقاولات، بتتكلم عن باك تو باك اوبليجيشن. هنا دي سكيم صغير كده، بورتريه صغير لعلاقه الفيدك الابيض مع الفيدك الافلييتد. عندنا الكونسلتنت، وعندنا كلاينت، وعندنا سب كونسلتنت، وعندنا جوينت فينشر. انا ممكن اعمل هنا كده جروب بين الكونسلتنت والجوينت فينشر او الكونسورتيوم، يبقى ده اسمه الكونسلتنت الكبير، هيتعامل مع المالك
قد يكون الكونسلتنت بيعمل شغل مع سب كونسلتنت للاساسات او السيفتي او في قدامي اهو الكتب المتاحه قدامي فيديك فورمز مختلفه. المجموعه دي مع الاحمر والاخضر والبرتقاني والسيلفر بيسموها فيديك سيوت اوف كونتراكت. طيب الاستشاري اللي انا عايز اعمل معاه عقد ده قلت ابص على شكله في اشهر فيديك، الفيديك الاحمر اللي هو بتاع المقاولات اللي هو بتاع الكونستراكشن اللي هو بتاع المباني العاديه او المنشات المعتاده اللي ليست ام اي بي تخصصي وليست اس تي بي سيوج تريتمنت بلانت متخصصه. الفيديك الاحمر هو اشهر فيديك واشهر نسخه ليه طبعا من 99 وحاليا في 2017. وارجع اقول تاني الفيديك مجرد نموذج حضرتك بتستعمله. يا ريت نكتب كده عندنا للناس الجديده على الجمله دي عشان ما نمشيش ورا اعلان معلومات عامه بتقول ان الفيديك ده حاجه مهمه او حاجه هو مهم طبعا حاجه كود يعني هو ليس كود هو مجرد نموذج عايز تستعمله حضرتك استعمله عايز تسترشد بيه فقط استرشد بيه عايز مالكش علاقه بيه مفيش اي مشكله توكل على الله عندك ميني ديفرنت فورمز اوف كونتراكت استعمل العقد المصري استعمل العقد السعودي استعمل العقد الكويتي اللي انت عايزه استعمل تيلور او بيسبوك فورم اوف كونتراكت اعملها انت ما بتجيش من ورقه بيضه بتيجي من عقد قديم تنطلق منه. اللي عايز اقولها عليه حضرتك وتكتبه سواء انت خبير في الفيزيك او غير خبير في الفيزيك لا تعدل على جنرال كونديشنز ليس لك علاقه بالجنرال كونديشنز تاخدها كوبي بيست لو هتتعامل مع الفيزيك سواء الفيزيك كله او جزء منه هتاخد الجنرال كوبي بيست عايز تتعامل هتتعامل مع الابندكسز هتتعامل مع البارتيكولار كونديشن تضيف وتحذف. الانجينير اللي احنا هنتعامل معاه دلوقتي اللي اسمه في العقد الابيض الفيديك الابيض اسمه الكونسلتنت عليه اوبليجيشنز في الفيديك معظم الفيديك نفس الاوبليجيشنز فعليه في الفيديك الاحمر اللي انا جبت منه الكلوزز دي كوبي بيست بتقول انجينير الكلوز نمره 3 في الفيديك ليه ديوتيز واثورتيز ليه صلاحيات عليه ديليجيشن يعمله عليه انستراكشنز للموقع عليه ريبليسمنت اوف ذا انجينير ممكن يتغير هو نفسه عليه ديترمينيشن من اشهر البنود بتاعت الاستشاري الديترمينيشن اللي هي التقييم التقدير في الخلافات وفي التسعير وفي المستخلصات كل شغله ديترمينيشن. لذلك انا جاي اعمل عقد دلوقتي سواء فيلك او غير فيلك هسال الناس الكونستراكشن هو المهندس ده هيعمل ايه؟ الانجينير ده الكونسلتنت ده شغلته ايه؟ والله هيكون شغلته بعض الامور دي بما فيها من تفاصيل عريضه. لذلك انا عايز اعمل سكوب اوف وورك للفيديك الابيض او للتيرور لعلاقه الملك بالاستشاري هستعمل النقاط دي عشان اكون سكوب اوف وورك. الملحوظه بتاعتي هنا بتقول سو ذا انجينيرنج سيرفيس كونتراكت اللي هو الفيديك الابيض او العقد السعودي او العقد اللي انا هعمله للانشاء البرج بتاعي او الكوبري بتاعي ذا انجينيرنج سيرفيس كونتراكت شال انكلود ذا رول از منشند ان كلوز 3 في الريد فيديك. هذا هو الرول بتاعه. لو كان عندنا ديزاين هنتكلم على انه ديزاينر، لو كان عنده ديزاين زي العقد الكويتي مرحله اولى ديزاين ثم مرحله ثانيه كونستراكشن سوبرفيجن اند بروجكت مانجمنت اند اور بروجكت مانجمنت يبقى بنتكلم عن الثلاث امور عندنا ديزاين كونستراكشن سوبرفيجن اند بروجكت مانجمنت. ده شكل الغلاف. ده الغلاف بتاع الفورث اديشن. لغايه هنا حد كلنا اونلاين يا جماعه كلنا ما شاء الله اساتذه وعارفين المعلومه صح. السكيلتون بتاعي بتاع الفيديك الابيض الفورث اديشن بهذا الشكل الهيكل بتاعي عندي اتفاقيه عندي جنرال كونديشن عندي بارتيكولار كونديشن. البارتيكولار كونديشن فيها جزئين بارت A وبارت B. البارت A هي اللي بتديني تعليمات من الجنرال كونديشنز املاها في البارتيكولار كونديشنز. يعني ايه؟
يعني ايه؟ يعني احنا بنقول لما يتاخر دفعه الاستشاري يستحق الاستشاري تعويض اتفاقي عن كل يوم 100 جنيه. ال 100 جنيه دي انا هكتبها 100، حضرتك هتكتبها 200، المهندس علاء هيكتبها 1000، المهندس محمد هيكتبها 500، كل ده هنا في البارت ايه؟ بارت بي اديشنال كلوزز محتاجين نضيفها، محتاجين نتكلم عليها، محتاجين نتكلم عليها. بنذكرها بصفه خاصه. من شويه قلت لك افتكر دايما الجنرال كونديشنز لا اقرب اليها، بارتيكولار كونديشنز هي اللي نتعامل معاها. الجزء الرابع عندي ابندكسز، ابندكسز ابندكس 1 سكوب اوف سيرفيسز، نطاق العمل. السكوب اوف سيرفيسز ده بيجي من حاجه دايما اسمها تيرمز اوف ريفرنس، بيتكتب فيها ما هو المطلوب. بتعدها انت كمدير عقود عند المالك بالاشتراك مع الاستشاري، تقول له انا عايز منك 1 2 3. الابندكس 2 بتتكلم عن حاجه اسمها الافراد والمعدات والمرافق والخدمات التي سيقدمها الكلاينت. الملك هنا في هذا العقد بالمناسبه عفوا اسمه الكلاينت، ما اسموش الاونر او الامبلوير زي الفيديك لحمه. ففي خدمات هيقدمها الكلاينت للاستشاري طبعا. الابندكس 3 بتعمل تايم سكيدول فور سيرفيسز، بتقول انا هخلص الديزاين في 8 شهور، وبعد ما اخلص الديزاين ابتدي كونستراكشن سوبرفيجن، او في مرحله الديزاين هعمل الكونسبت ديزاين في المده دي، ثم الاسكيماتيك في المده دي، ثم الديتيل، ثم الشوب دروينج او الاي اف سي، ثم الكونتراكت اجريمنت هعدها، والبي او كيو، والبيد دوكيومنت او التندر دوكيومنت، كل ده يبان معايا هنا في التايم سكيدول فور سيرفيسز. ايه او لو كنا في مرحله التنفيذ فقط، ممكن تتكلم عن الديبلويمنت بلان زائد التايم سكيدول. يعني انا هنزل مهندسين الاساسات من داي 1 الى لمده 6 شهور، ثم بقى وخلالها جراديولي هينزل مهندس الام اي بي، ومهندسين السيفل، ومهندسين الاركتكت لو احتجتهم، مهندسين السيفتي من داي 1 معايا، مهندسين الكواليتي من داي 1 معايا. ابندكس سوري كانت لازم دي تكون 4. ابندكس 4 بيقول سكيدول، ابندكس 4 هي السكيدول، ابندكس 3 ابندكس 4 هي التايم سكيدول، ابندكس 3 هي الريمونريشن اند بيمنت. الابندكس الخاص بالدفعات والتعويضات اسمه ريمونريشن اند بيمنت. بنتفق من اول المشروع الجدول الزمني شكله ايه، البرنامج الزمني شكله ايه، بنتفق هندفع ازاي، بنتفق عن الخدمات التي ستقدم من الكلاينت، بنتفق عن السكوب اوف على السكوب اوف سيرفيسز. لو اتفقنا على الاربعه دول صح، يبقى ان شاء الله ما عنديش اي مشكله في تنفيذ الاتفاقيه دي. اسمها اتفاقيه وليس يجوز نقول عليها عقد طبعا، ولكن احنا بنسميها اتفاقيه لما بتتعلق مع الاستشاري، وده لفظ شهير جدا في الكويت بصفه خاصه، بيفرقوا تماما بين عقد المقاوله بتاع المقاول وعقد الاستشاري اللي بيسموه اتفاقيه. دي مكونات الاتفاقيه حسب الفيديك فورث اديشن اللي هو 2006. دي الكونتنت، دي البروفيجنز، وال دي البروفيجنز والكونديشنز. تايم سكيدول الكلام ده صح، نمره 4 اللي وراه، اللي قبليه نمره 3 هو الريمونريشن اند بين. دي مكونات العقد، الناس اللي ما شافتش عقد فيديو كتير، دي مكونات العقد الجنرال كونديشنز. احنا قلنا ايه تاني؟ نبص تاني هنا، عايزين نرجع لدي كل فتره. العقد يتكون من اجريمنت، جنرال كونديشن، شروط عامه، شروط خاصه. الشروط الخاصه قسمين، قسم انا بملاه بناء على فراغات موجوده في الجنرال كونديشنز والشروط العامه دي، بيقول لي حسب ما يتفق عليه في الشروط الخاصه، حسب ما يتفق عليه في الشروط الخاصه. لازم ارجع املى انا هنا اللي انا هتفق عليه، زي ما قلت لحضرتك 100 جنيه او 1000 جنيه او 500 جنيه تعويض للاستشاري عند تاخير الدفعات.
هنا بارت بي اي شروط خاصه انا عايز انزلها في المشروع بتاعي، عشان المشروع بتاعي ليه حالات خاصه. الابندكس 1 ابندكس 2 ابندكس 3 ابندكس 4 هي دي مكونات العقد للمره الثانيه بنقولها. العقد التفاصيل البريك داون بتاعت مكونات العقد اللي قلناها في جنرال كونديشنز اللي هي الجي سي اللي انا بكتبها من شويه. الجنرال كونديشن فيها 8 كلوز، 8 كلوز لغايه الاربيتريشن اخر كلوز. ال 8 كلوزز دول تحولوا الى 10 كلوزز في الفيديك فيفث اديشن 2017. اظن كل اللي متعود على العقود الديفينيشنز التفسير الاتصالات لو اند لانجويج لغه العقد وقانون القابل للتطبيق تغير في القوانين السب كونتراكتنج ازاي تعمله الكوبي رايت النوتيسز الاصدارات الكوربشن والفرود ما هو ما ايه صلاح ايه شغل العميل من هو العميل من هو المالك وما هي المطلوب منه ما هي صلاحياته وما هي واجباته. بعد كده طبعا نمره 4 هنلاقيها الاستشاري نمره 3 سوري نمره 2 هو العميل نمره 3 هو الاستشاري سكوب اوف سيرفيسز نورمال اند عندنا حاجه اسمها السيرفيس النورمال وعنده اديشنال سيرفيس وعنده اكسبشنال سيرفيس كل دي تعريفاتها جايه عنده مسؤوليات ديوتي اوف كير ديوتي اوف كير اكسرسايز اوف اوثوريتي صلاحياته يمارسها ازاي املاك المالك املاك المالك املاك المالك اللي قدمها فين يا باشمهندسين اللي عايز يربط معايا اللي هنا equipment facilities and services of others provided by the client هنا ليه املاك الملك بقى ليه املاك ممثل المالك ممثل الاستشاري الاخ وبعد كده نمره 4 بدايه العمل والترمينيشن لغايه الترمينيشن والفاريشن الكلوز نمره 4 ده هنلاقيه اتقسم في الفيديك الجديد نمره فيفث اديشن 2017 اتقسم الى اثنين كلوز. اجريمنت افكتيف متى تبدا الاجريمنت كومنسمنت اند كومبليشن البدايه الفاريشن الديليز الظروف المتغيره 4 و5 ده المهم جدا اللي عايز يتكلم عن الكوفيد 19 او unexpected circumstances اهو اهو arbitration سوري abandonment suspension or termination الغاء العقد او التنازل يعني الغاء الاتفاقيه خالص او تعليق الاتفاقيه او termination انهاء الاتفاقيه corruption and fraud exceptional services ما هي الخدمات الخاصه التزامات الاطراف كل ده هنشوفه واحد واحد طبعا الدفعات كيف بتكون الدفعات المسؤوليات ما هي المسؤوليات من اهم البنود اللي تقراها في اي عقد مسؤوليات ومدتها وحدودها انشورنس هتامن على ايه هما حاجتين هما حاجتين كلاينت بروبرتي المعدات اللي جابها لك الكلاينت وفي نفس الوقت الاشخاص اللي بيشتغلوا ديسبيوت اند اربيتريشن ديسبيوتس اند اربيتريشن في بتحل الديسبيوت ازاي بالتفاهم الحل الودي الميديشن الاربيتريشن الفيديك الجديد دخل الادجيديكيشن اللي كلنا سمعنا عنه برضو ناخدهم بند بند. حد عنده سؤال تاني؟ ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تمام يا دكتور؟ اتفضل يا باشمهندس اتفضل. كنت عايز اعرف الوايت بوك هو السيلفر ولا الوايت غير السيلفر؟ جميل يا باشمهندس، حاجة تاني؟ شكرا أشكرك جزاك الله خيرا. شرفتني جدا جدا، عايز أسمع منك أسئلة في آخر المحاضرة ضروري. حاضر. السيلفر بوك أنا مش هقول إن أنا قلت قبل كده. السيلفر بوك يا باشمهندس أحمد هو اللي اسمه الإي بي سي بينفع للإي بي سي كونتراكت، مفيد للإي بي سي كونتراكت، مناسب أكثر أكثرهم مناسبة للبي بي سي كونتراكت هو اسمه سيلفر. اما الوايت بوك هو الوحيد المناسب للكلاينت كونسلتنت اجريمنت
عايز تعمل اتفاقيه تشتغل معاك استشاري وانت الامبلوير، فبتعمل بالسيلفر بوك، سوري بالوايت بوك بتاع النهارده. يبقى الوايت بوك يا باشمهندس احمد هو بيتعامل مع، يفضل التعامل بيه لو هتروح للسيتيك فورمز اوف كونتراكت هتختار الوايت بوك. لو بتتكلم عن بنسال سؤال واضح وصريح، ما هو السيلفر بوك؟ هو السيلفر بوك اللي اسمه انجينيرنج بروكيورمنت اند كونستراكشن سيتيك فورم اوف كونتراكت الذي يصلح لهذا النوع، يسموه احيانا تيرنكي كونتراكت، لما تكون عايز فاسيلتي تيرنكي وانت ما بتفهمش فيها كتير كامبلوي، فبتتفق فيها عليها بالعقد الفردي اللي اسمه سيلفر بوك. بتتفق عليها ازاي؟ بتقول بتقدم بس امبلوير ريكوايرمنت، بتقول انا محتاج محطه توليد طاقه كهربائيه اكس ميجا واط او جيجا واط، والتفاصيل النصيحه في التيرنكي كونتراكت واليلو بوك في بي سي لا تتمادى في وضع مواصفات، لا تند لا 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 تنزلق في وضع اشتراطات ومواصفات كثيره، عشان انت اصلا بتاخد الريسك اللي عليك في عمل محطه تحليه المياه، بتنقله الى المقاول. كل ما تقول له انا عايز الميه الاملاح فيها قد كده، وانا عايز الميه يبقى لونها كويس، وانا عايز الميه يعني اللزوجه ايا كان، بتتكلم بتورط نفسك في مواصفات اوريدي هي مكتوبه. انت بتقول له انا عايز ميه تحقق مواصفات وزاره الصحه المصريه حتى تاريخه او حتى تاريخ الافتتاح. ما تحاولش تشترط وتقول ويكون مساحه المبنى 10,000 متر مربع، انت ممكن تطلب عايز قد ايه مخرجات، انما لا تتعامل كما لو كنت محترف. لو انت محترف تروح بقى لليلو بوك، ولو محترف اكتر ممكن تروح ناحيه عقد تفصيلي ديزاين بيت بيلد باي طريقه تريحك، سواء هو احمر او غير احمر. تمام يا فندم. هنا التعريفات جنرال بروفيجن، ان شاء الله مهندس احمد تكون تمام انت كده. هنا التعريفات، ما هي الاعمال، ما هي البلد، ما هي البارتي اند بارتيز، الكلاينت يعني المالك، البارتي يعني المالك والاستشاري، واي ثيرد بارتي موثق في الكونتراكت، عشان انت احيانا وانت بتتعاقد مع المالك بيقول لك ويكون زي العقد الكويتي بيعمل نومينيتد سب كونسلتنت، يقول لك استشاري السيفتي يكون اكس واي زد، استشاري السكيدولينج اتش كي اي، استشاري البروجكت مانجمنت تحقيق هيكون بغض النظر هيكون اي اسم من المفروض انه كويس يعني. والاعمال هي الاعمال البيرمننت وورك، والكونتري هي الكونتري اللي بيتعمل فيها العمل او مصدر من العمل، معظم العمل، عشان انت ممكن تكون بتعمل شغل ما بين السعوديه والكويت والامارات، فالاكثر الاعمال فين؟ هي السعوديه، وانت عقدك في السعوديه او الكونتري هي السعوديه، الكلاينت هي العميل وخلفه القانونيين واي اشخاص يمكن التنازل له، مع انه ما ينفعش يتنازل الا بموافقه الطرفين، ولكن هو ده الكلاينت. الكونسلتنت هو الاستشاري، هو اللي مطلوب منه يؤدي هذه الخدمه. الفيديك بيترجموها بالفرنساوي، اللي بيعرف يقرا فرنساوي فيدريسيون خليها بالانجليزي انترناشونال دي انجينير كونسل، ذا انترناشونال فيدريشن اوف كونسلتنج انجينير، النمره 1/10 ولا 1/11 بدايه العمل. ما هو بدايه العمل؟ بدايه التنفيذ، دايما هنلاقيه بعد شويه كده، هو اللي يتفق عليه في الابندكس تايم فور كومبليشن، مده التنفيذ. اتفقنا الاستشاري هيصمم لنا المشروع ده في 3 سنين، اليوم هو الكالندر داي، والسنه هي 365 يوم. الكلام ده بيفرق كتير يا باشمهندسين، الكلام ده بيفرق كتير. ريتن اور ان رايتنج تعني يتفق معاك اهو من دلوقتي، لما تلاقي وانت بتقرا الفيديو ريتن اور ان رايتنج بتعني انها مكتوبه بالهاند رايت بالتايب رايتر او 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 او، مش مهم تكون بالكمبيوتر، ممكن تكون بخط الايد، مش هتفرق. الكلام ده بيساعدك ان زي ما انا بقول لحضرتك لا تتعرض للجنرال كونديشن، لا تكتب شيء في الجنرال كونديشن، ما تشيلش بند وتحط مكانه بند، او تكتب جملتين جوه بند،
عندك تعديل روح للبارتيكولار كونديشن. لو عندك تعديل هتعمل ايه يا باشمهندسين اللي فهمنا مع بعض؟ هنرجع هنا ملناش دعوه بده خالص، لينا دعوه بده. هندخل على البارتيكولار كونديشن ونكتب متى نشاء، سواء في الجزء ده اللي اوريدي بيقول لي في الجنرال كونديشن روح لدي، املى هنا، املى الفراغات هنا، او بنود جديده خالص، بارت بي اديشنال كلوز. يبقى يا ريت نكون كتبنا في الاجنده قاعده عامه ممنوع التعامل مع الجنرال كونديشن الا الاستفاده التوجه الى البارتيكولار كونديشن عشان املى ال 100 جنيه وال 500 جنيه وال 1000 جنيه. ده تعريفات. دي تعريفات تاني، الديفينيشن. الاجريمنت يعني ايه؟ هي الاتفاقيه اللي هتتم بين المقاول، عفوا بين الاستشاري والمالك. الابندكس يعني ايه الابندكس؟ سكوب اوف سيرفيس نمره واحد، شفناها شويه في الاستراكشر، شفناها في السكيلتون. نمره اثنين بيرسونال اكويبمنت فاسيلتيز اند سيرفيسز اوف اذر to be provided by the client. Services of others يعني ايه؟ يعني انت ممكن يكون الراجل اللي بيعمل الجيوتكنيكال ريبورت اساسا تبع المالك، ماليش اي علاقه بيك كاستشاري غير كوردينيشن، فالمالك هيقدم لي السيرفيس دي من مصدر ثالث، شركه الاساسات العربيه، هو ده السيرفيس باي اذر. طبعا نفس الكلام اكويبمنت فاسيلتي الكلام. نمره ابندكس 3 هندفع ازاي؟ بدل الاتعاب والدفع، ريميونريشن الاتعاب، بيمنت الدفع. ابندكس 4 تايم سكيدول فور سيرفيس، تايم سكيدول فور سيرفيس. الخدمات هنأديها ازاي؟ سهل علينا وانا اتكلمت فيها من شويه. هنبتدي بقى يا باشمهندسين، انا دايما بتكلم من ادفانس، هنبتدي نكتشف في كلام يا بيتكرر يا انا هقول انا قلته خلاص. عشان كده قلنا ربع ساعه، اللي عايز يسال سؤال ربع ساعه خلصت، اللي كان عايز يسال سؤال ممكن يسال، يكون سال يعني عشان يبقى معايا اون ذا ليفل اون ذا كومن بلاتفورم. بنعمل مع بعض كومن بلاتفورم، عشان عملنا مع بعض كومن بلاتفورم عشان نتوجه ليها. معنى المشروع، معنى الخدمات، ما هي الخدمات؟ هي الخدمات اللي مكتوبه في السكوب اوف سيرفيس، لا اكثر ولا اقل. هي الخدمات اللي مكتوبه في الابندكس اللي بيتكلم عن ابندكس اسمه واحد اللي احنا مسمينه سكوب اوف سيرفيس. اللوكال كرنسي هي العمله اللي في البلد اللي انت فيها، في بلد المشروع اللي احنا اتكلمنا عليه. اللوكال كرنسي هي الكرنسي بتاعت الكونتري اللي عرفناها من شويه، اما الفورن هي اي عمله اخرى. الاجريد كومبنسيشن المبالغ الاضافيه اللي بنتفق عليها مع بعض كتعويضات. ممكن اكتب في الريمونريشن اند بيمنت، كاتب انا في البارتيكولار كونديشن او في الابندكس ده، كاتب ان انا ممكن ادفع اكس ريال عندما يتاخر المالك في كذا وكذا، او غرام التاخير عندما يتاخر الاستشاري في كذا وكذا. ممكن اكتب الكلام ده في الريمونريشن اند بيمنت، بس دي بتكون مركزه اكتر على ان المالك اللي هيدفع مش الاستشاري اللي هيدفع. اجريد كومبنسيشن، بعد كده انتربريتيشن، بيقول لك ان العناوين لا تعني شيء، لا تلجا الى الشيء، لا تلجا للعناوين، لا تستعمل العناوين الهوامش، زي الفيديك الاحمر زي اي عقد. الحاجه الثانيه المفرد هو الجمع، كل دي حاجات جراوند رول في كل العقود. كل المستندات تؤخذ انتجريتد وتترجم بعضها بعض وتفسر مع بعضها بعض. وهنا عندنا مشكله في الفيديك اللي انا بتكلم عنه النهارده، الفيديك 4 اتحسنت في الفيديك 5 اللي هو فيفث اديشن 2017، عشان البريورتي اوف دوكيومنت
والاوردر اوف بريسيدنس مش واضح كتير في البيدج 4 ولكن اوضح في البيدج 5. هنا بيقول لك ما معناه ان احدث وثيقه شال بريفيل، احدث وثيقه لاست تو بي اجريد هي شال بريفيل. طب ما احنا عارفين ان الاجريمنت بتتوقع اخر حاجه فهي اللي هتثبت، بس ما قاليش كويس احنا هنتعامل ازاي مع بقيه الدوكيومنت. وورد اللي بيتكلم عن مذكر هو بيتكلم عن مؤنث، اللي بيتكلم عن جمع هو بيتكلم عن مفرد. لما يقول لك اجري يبقى كلمه اجري في العقد، يعني الاثنين وقعوا على الورقه بوث سايند اون ذات اجريمنت. لما نقول اتفق الطرفان على ان يتم خلال تنفيذ المشروع، طبعا الاستشاري المالك عمل محضر اجتماع واتفق الطرفان على ان يتم تسليم هذا المخرجات خلال شهر 15 يوم من تاريخه او خلال شهر من تاريخه، فهذا يعني ان احنا الاثنين نوقع على هذه الاجريمنت. الاتصالات، في الاتصالات هنتكلم عن هيكون كتابيه، الشفوي يؤكد كتابيا بالاسلوب اللي اتفق عليه في كوميونيكيشن بلان او كوميونيكيشن بروتوكول، كل ده بيسجل في العقد. القانون القابل للتطبيق واللغه هي اللغه التي يتفق عليها في الاجريمنت، والعقد هو والقانون هو القانون القابل للتطبيق على هذا العقد. لو انت في علاقه مدنيه، لو انت في علاقه تجاريه، فانت عندك قانون تجاري او قانون مقاولات او قانون مناقصات، كل حاله بحالها. كلمه القانون قابل للتطبيق دي بتوجد مشاكل كتير لو انت تغاضيت عنها او ما خدتش بالك انت بتكتب العقد واكدت على انك بتطبق القانون القابل للتطبيق داخل جمهوريه مصر، داخل الكويت، داخل السعوديه، داخل البلد اللي انت فيها، او ايا كان التطبيق عشان يبتدي يروح بعد كده لتحكيم، وممكن تلاقي نفسك دخلت في قوانين قابله للتطبيق غير اللي انت اتفقت عليها بكل وضوح. اذا تغيرت الظروف change in legislation بعد توقيع العقد، بعد توقيع العقد هذا الفيديو برضه انا واخد عليه ملحوظه انه لم يتكلم عن تاريخ فتح مظاريف، ولكن بيقول لك بعد توقيع العقد اذا تخيلت القوانين في البلد اللي انت بتشتغل فيها او بلد تؤثر على الاعمال، يبقى انت محتاج ادجستمنت بواسطه المالك. يعني عايز تقول الاستشاري ليه حقوق ممكن يسترجعها. الاساينمنت والسب كونتراكت ممنوع تعمل اساينمنت او سب كونتراكت الا بموافقه الطرفين، او لو انت استشاري يبقى موافقه المالك، ما عدا موضوع الاذر ذان ماني. يعني انت ممكن تعمل اساينمنت للبنك وتاخد موافقه للمالك من المالك لازم، وبنوديها للبنك نقول له المالك وافق فيعمل اساينمنت للدفعات. نيذر بارتي شال اساين اوبليجيشن بدون موافقه الطرفين. الالتزامات لا ما ينفعش كاستشاري تقوم مكلف سب كونسلتنت وتقول كده انا ريليف بنقلت الريسك كامل الى السب كونسلتنت، طبعا لازم موافقه المال. في عباره عامه عايزين نحفظها، مبدا الناس اللي بتمارس العقود هتعرف المبدا ده، اني اجريمنت اني كونسنت اني ابروفال، عايزين نكتبها دي عشان دي ممكن انا ابتدي افكر فيها بعد المحاضره، عندي مشاكل كتيره في الموقع. المبدا ده هو ده اللي هيحل لك او هيديك ادراك للمشكله اللي انت فيها والسبب فيها والحل القانوني بتاعها بيكون ازاي. المبدا الاساسي هنا ان مفيش حاجه اسمها الموافقه الاستشاري يرفضها بدون سبب، المالك يرفضها بدون سبب، الاتفاقيه اي اتفاق مطلوب موافقه الطرفين ما ينفعش واحد فيهم يتعنت بدون سبب. يقول لك بالانجليزي unreasonably withheld، ممنوع انك توقفها او تمنعها بدون سبب واضح. الكوبي رايت ليها بند مخصوص جوه، الانتلكشوال بروبرتي ليها بند مخصوص جوه، الكلام ده بيتحكم كويس في العقود الاجنبيه ومنها عقد الفيديك. بعد كده النوتس امتى تكون مجبر تعطي نوتس للتايم بار كلوزنج، في سام تايم بار كلوزز وكونديشنال بريسيدنس كلوز
زي التشينج مثلا او التشينج ان سيركمستانس ال 4.5، اذا ما كنتش اجباري عليك كاستشاري تبلغ immediately، تبلغ المالك بتغير الظروف، حاجه زي الكورونا بمعنى اصح. النوتيس النون الكترونيك شال بي النون الكترونيك فورمز اند ويل تيك افكت فروم ذا ستيب. النوتيس ده ما ينفعش بالايميل، ما ينفعش بالايميل، لازم تكون مكتوبه وسيحتسب تاريخها من تاريخ استلامها، يعني المالك بعتها للاستشاري بينزله او بيديله اخباريه معينه لما الاستشاري يستلمها باسلوب الاستلام اللي في القانون المدني، لما يستلمها يبقى ده افكت اوف ذا نوتس. يقول لك ايه؟ اعطي نوتس اربع قبل 4 ايام من رفضك لصرف المستقبل، مش بعد كده. فانت لازم تعمل النوتس وتوصلها للاستشاري، تقول له انا مش هصرف المستقبل بتاعك للاسباب 1 2 3 4 ولازم للاسباب الريزنبل جاستيفايد. الكلام ده يكون قبل 4 ايام. طب النوتس دي هتعتد بيها من امتى؟ من تاريخ استلامها للاستشاري. الاستشاري يمكن ان يصدر البابليكيشن، يمكن ان يصدر اصدارات مختلفه خلال سنتين، سواء بعد المشروع او خلال المشروع، ولكن المالك لازم يعتمد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يعني الاستشاري ممكن يصدر دعايه، ممكن يصدر بيبرز، ممكن يصدر بيبر تو ببلش بيبر، ممكن يصدر تقارير زي اللي بنشوفها من اركيدس ومن تيرنر، بشوف لهم تقارير كويسه عن بعض المشروعات، ديلي اناليسيز، كليم، كونتراكت مانجمنت، شفت لهم اصدارات كويسه. الكلام ده خلال سنتين، وفي نفس الوقت لازم نوقف المال. قراء الفساد والاحتيال بقى، الفساد والاحتيال ده شيء ممكن يعمل ترمينيشن، ايميديت ترمينيشن في اي عام، في اي مشروع، سواء في المقاولات، في التجاره، في الكونسلتيشن، حسب القانون اللي موجود. في قانون يقول لك ان ده احتيال، في قانون يعتبره مش احتيال، ده يعتبره قانون يعتبره كوربشن، وده يعتبره نورمال براكتس. فانت لازم تعمل كومبلاي وذ اول ابليكابل لوز، والقواعد والريجستريشنز والستاتيوس والادجيديكيشن الابليكابل في المكان اللي انت بتشتغل فيه. زي عهد المقاولات السعودي وعهد المقاولات المصري، بيقول لك ان الاستشاري بمعنى اصح المقاول او الاستشاري لن يعرض رشوه، ولن يعرض اي نوع من انواع الهدايا سواء كبيره سواء صغيره، الا لو كان حسب البيست براكتس في هذا الكلام في هذا المكان. واذا في نفس الوقت جاله طلب من اي موظف رسمي، يجب ان يبلغ فورا ان في موظف رسمي عايز فلوس غير مستحقه، رشوه او اي نوع من انواع الفساد. يعني بمعنى اصح، انت كاستشاري لا تعرض رشوه او تعرض اي نوع من انواع الهدايا، واذا اتصل بيك حد من جهه حكوميه او مالك عرض عليك شيء او طلب منك هديه، انت لازم تبلغ فورا، عشان ده بيبقى من احد اسباب ترمينيشن مشروعك اذا ثبت عليك بعد التعاقد. تاخد المشروع to be terminated immediately without even notice. الانفورميشن هنبتدي بقى بالكلاينت. خلصنا نمره واحد التعريفات والتفسيرات والليجندز، رايحين دلوقتي على الكلاينت. ما هو الكلاينت؟ عرفنا ما هو الكلاينت، هو صاحب المهمه المطلوبه اللي هيؤديها الاستشاري حسب السكوب اوف سيرفيسز بمبلغ معين في تايم فريم معين. الانفورميشن الكلاينت عيب كبير في الفيديك فور، الفيديك فورس اديشن، هنا اسمه فيديك فورس اديشن مش فور، الفيديك 2006 الابيض، في عيب كبير جدا بيتكلم عن ان جميع المعلومات يقوم ملزم المالك بتسليمها للمقاول للاستشاري
حتى لو ما طلبهاش الاستشاري. الاستشاري هو يفضل رياكتيف ويقدمها للمالك مجبر وبدون كوست، يعني فري اوف كوست. طبعا الكلام ده بيخلي الاستشاري مجرد رياكتيف وفي اوبليجيشن مع المالك، ويرجع يعمل الاستشاري كلين يقول له انت اللي ما تديش المعلومه. الفيديك فايف عملها امبروف لذيذ جدا، قال لك الاستشاري يطلب اللي هو عايزه واحنا حسب المتوفر نبقى بزاويه. القرارات طبعا القرارات تكون مكتوبه، والاستشاري يجب ان يجاوب المقاول في الوقت المناسب اللي مكتوب في مجال عمله واللي مكتوب في مجال عمل المقاول، والمالك ليه حدود في الابروفال، والاستشاري ليه حدود في الابروفال. بمعنى اصح الاستشاري مش مفوض بكل اعمال المشروع في ليميتيشن بالذات، او خاصه في التشنج والكليمز. في اطار زمني للتعامل بين المالك والاستشاري والمقاول، المقاول ليه حق على الاطراف انه يستقبل تعليمات الاستشاري خلال مده معينه. يعني لما المقاول بيقدم لك شوب درون انت بتعتمدها في اكس يوم، مكتوبه في عقدك ومكتوبه في عقد المقاول. لو عندك ماتيريال ابروفال لازم المالك هيتدخل، فانت عليك واي يوم واي داي، والمالك عليه زد داي، واي زائد زد يساوي رقم موجود اوريدي في عقد المقاول مش اكتر. لو قلنا حتى 15 يوم للمقاول يقدم ماتيريال ابروفال وياخد الاجابه، في اللحظه دي او في الحاله دي بيكون الملك ليه ليكن 4 ايام، والاستشاري ليه 11 يوم او 5 و10، المجموع 15 هي اللي في عقد المقاول. الاسيستنس التعاون اللي المفروض يقدمه المالك للاستشاري في الاوراق الرسميه، في الجوازات، في الجمارك، في الضرائب، في التصاريح، في تسهيل دخول معدات، في تسهيل دخول خامات، تسهيل دخول اشخاص. الناس اللي اشتغلت في الخليج متعوده على الكلام ده وعارفه. في اسيستنت ثاني، في جمارك او في استيراد لبعض المعدات بيطلبها الاستشاري بيجيبها. المعدات دي الرسوم حسب ما يتفق عليه غالبا على المالك. ثانيا الاشخاص اللي بتيجي البيز ورسومها على المالك ولا على الاستشاري على حسب الاتفاق. تسهيل دخول وخروج المعدات والاشخاص، اذا دخلت المعده والمالك دفع الرسوم ممنوع ترجع المعده لبلد ثاني. لو كان ايطاليا استشاري جاي من ايطاليا جاب معدات مع الملك دفع رسومها للجمارك، ما ينفعش الاستشاري بعد ما يخلص ياخدها ويرجعها ايطاليا الا لما يدفع تمام الرسوم اللي اتدفعت للمالك. وما ينفعش يبيعها داخل الكويت ولا داخل السعوديه الا لما ياخد اذن من المالك. كلاينت فاينانشال ارينجمنت، خلال 28 يوم من طلب الاستشاري المالك لازم يظهر للاستشاري ازاي هيدفع، هيمانج الفاينانشال ارينجمنت خلال مده المرتب. ولو في اي تغيير جوهري عند الماوس، اي تغيير جوهري لازم يبلغ بيه الاستشاري. يعني انت كاستشاري المفهوم بتاعها انك بتشتغل وانت مطمن ان فلوسك اوريدي محفوظه لدى المالك وعنده فاينانشال ارينجمنت هيدفعها لك. الكلوز 2.5 نسال كده لو في حد عنده استفسار يا باشمهندسين. مفيش. equipment and facilities، المعدات اللي هيدخلها المالك free of cost، هيوردها المالك free of cost للاستشاري حسب الاتفاق. هو اكد له ان هو اللي هيجيب جنريتور في الموقع عشان السايت اوفيس، او هو اتفق معاه هو اللي المالك اللي هيجيب السايت اوفيس، او المالك اللي هيجيب كمبيوترز اند لابتوب، فهو دي هيقدمها الملك فري اوف كورس. الكلام ده لاغراض الاتفاقيه مش لحاجه ثانيه خالص. الكلام ده مكتوب فين؟ في الابندكس 2، البيرسونال ايكويبمنت
facilities and services by others. زي ما اتكلمنا ان ممكن service by others by subconsultant للاساسات، ممكن equipment بالemployer على طول اللي هي مثلا computer. في كمان حاجة اسمها personal هنشوفها بعد كده هنا في الجزء القادم، supply of client personnel. قد يكون الملك اتفق مع الاستشاري انه هيحط ثلاث مهندسين متخصصين في تخصصات مختلفة يشتغلوا مع الاستشاري او يبقى coordination مع الاستشاري. الثلاثة دول هيقبضوا الراتب من المالك، ولكن يوافق عليهم الاستشاري ويوافق على كفاءتهم، وفي نفس الوقت يسمع ياخدوا التعليمات من الاستشاري مش من الامبلوي مش من الكلاينت. الكلام ده بيبقى مكتوب في الابندكس. في اي ريبليسمنت للثلاث اشخاص دول ولا اكثر لازم يوافق عليها الاستشاري. لو الملك ما جابش الاشخاص البيرسونال اللي كلوز في الابندكس 2 بيرسونال، الاستشاري ممكن يأمنهم وياخد المقابل المادي من المالك. خدمات الاخرين اللي هي ممكن تكون قبل خدمات الاخرين، عندي كلاينت ريبريزنتيف المفروض المالك او يمكن ان المالك يأمن ريبريزنتيف من طرفه عشان انا كاستشاري انسق معاه، بحتاج منه امور حكوميه كتير، بحتاج منه تسهيلات، بحتاج منه اعتمادات، بحتاج منه يعني التدخل لدى بعض الجهات الحكوميه، بيكون هو ده الريبريزنتيف. طيب كلاينت الكلوز 2.8 يقول لك سيرفيس باي اذر. سيرفيس باي اذر ممكن الامبلوير يامن ثلاثه سب كونسلتنت او ثلاثه موردين لمعدات او ثلاثه سبلايرز لاي منتجات للمشروع لاي سبب. انا دوري كاستشاري ارتب معاهم ولكني لست مسؤول عن البرفورمانس بتاعهم. الكلام ده بيفرق كتير، عشان احيانا بيجي لي كاستشاري خطاب من المالك بيسالني ليه السبلاير اللي انا معينه اتاخر او ما خلصت في ميعاده. انا برد عليه بقول له انا اثبت له رسميا I did the due effort ده ديولي ايفورت وهو اللي ما التزمش. بتسميها انك انت مسؤول عن المتابعه والتنسيق ولست مسؤول عن المنتج النهائي او البرفورمانس لهذا السبلاي. بيمنت اوف سيرفيس طبعا المالك يجب ان يجهز، يبقى احنا قلنا هيعمل فاينانشال ارينجمنت وفي نفس الوقت هنعمل عنده التزامات الدفع. التزامات الدفع باختصار شديد بيكون ازاي؟ المالك بيدفع للاستشاري الفاتوره بتاعته او الانفويس بتاعته او الاي بي سي او المستخلص خلال 28 يوم من تاريخ تسلمها من الاستشاري. ياخدها كده 28 يوم. عايزين نحفظ البند ده ونذاكره كويس عشان ده بيفرق كتير وبيأخر شغل كتير. خلال 28 يوم انت كمالك بتراجع المستخلص اللي مقدمه الاستشاري، لو عندك ما عندكش فيه مشكله لازم تصرفه قبل ما يمر ال 28 يوم. طيب في اليوم ال 29 هيحصل ايه؟ في اليوم ال 29 انا كاتب اوريدي في البارتيكولار كونديشنز او في الابندكس كاتب غرامه يوميه او تعويض اتفاقي للاستشاري عند تاخير صرف الدفعات. يبقى ابتداء من اليوم ال 29 هيبقى عندي تجميع لغرامه عليا كمالك ب 100 ريال، 100 جنيه في اليوم او 200 جنيه في اليوم او 10 دينار في اليوم. المالك هيدفع 10 دينار في اليوم تراكمي لتاخير صرف المستقبل. هيرد عليا المهندس حازم، ما اعرفش ليه صوره المهندس حازم اخويا الصغير طالعه في الـ في الـ في الـ هي هو بس اللي ظاهر كده. مشرفنا طبعا مهندس حازم. هيرد عليا يقول لي طيب ما الاستشاري بيقدم مستخلصات غلط للمالك والمالك بيراجعها ويجد اخطاء وعايز يرجعها. يبقى انت لازم تعمل نوتس قبل مرور ال 28 يوم باربع ايام. في اليوم ال 24 ماكسيمم تبعت نوتس للمالك للمقاول تقول له في عيوب في هذه المستخلص، عيوب جزئيه، يا اما ترجعها له كلها في ماكسيمم 28 يوم، يا اما تقول له في عندك عيوب جزئيه
في 30% من المستخلص فيه أخطاء أنا مش هصرفه، ولازم تصرف له كمالك. أنت قلنا 30% أخطاء، ال 70% من المستخلص يتصرف، وال 30% هتبعت له باعتراضاتك الواضحة، اعتراضات justified objections، عندك اعتراضات مبررة تكتبها له بوضوح وتبعتها له قبل مرور 4 أيام. طيب افرض الاعتراضات بتاعة المالك طلعت غلط يا باشمهندسين، لو الاعتراضات بتاعة المالك طلعت غلط يبقى ال 30% من المستخلص بيعتبروا اتأخروا ويمشي عليهم البند اللي بيقول فيه المقاول يستحق غرامة تأخير أو تعويض اتفاقي لعدم صرف المستخلص في موعده. واضح موضوع صرف الدفعات يا باشمهندسين؟ الناس اللي متفاعله معايا لو سمحتم عايز اشوف علامه واحد المهندس حازم او المهندسين المحترمين الموجودين اللي واضح معاه كيف يصرف الدفعات، يكتب لي واحد لو سمحت. ممتاز، متشكر جدا، متشكر جدا. بعد الدفعات عندي حاجة اسمها النمرة 3، بقى هنروح للنمرة 3، السكوب اوف سيرفيس. السكوب اوف سيرفيس نطاق الخدمات عندي 3 انواع، عندي نورمال وعندي اديشنال وعندي اكسبشن. عندي النورمال اللي هي السكوب اوف وورك، عندي الاديشنال اللي انا اطلبه من الاستشاري اضافي، عندي الاكسبشنال اللي مضطر الاستشاري يعملها في بعض الحالات الخاصه. يبقى نقولها بتفصيل، نورمال اند اديشنال سيرفيس مكتوبه اوريدي في السكوب اوف سيرفيس. الاديشنال سيرفيسز هي متعلقه بالشيلد. الاكسبشنال سيرفيسز ار نوت نورمال سيرفيسز necessary to be performed by the consultant in accordance with clause 4.8 not exchange order. ليه not exchange order؟ اصل هي exceptional services دي محطوطه غالبا عند مخالفه المقاول. غالبا عند مخالفه المقاول. يعني ايه؟ يعني في حاله termination. دي termination في termination اتعمل للمقاول for default. ده عفوا للاستشاري طبعا، بنقول للمقاول يا جماعه انتوا تكونوا فاهمين ان انا اقصد الاستشاري. فور ديفولت في ترمينيشن، فبيضطر الاستشاري يعمل اكسبشنال سيرفيسز فري اوف كوست على حساب المقاول الاستشاري وليس على حساب المالك. ديوتي اوف كير اند اكسبشنال اكسرسايز اوف اوثورتي. ايه هي الديوتي اوف كير اند اكسرسايز اوف اوثورتي؟ البند ده مهم جدا عشان كده انا جبته. خلينا نكبره الاول كده، جبته بالعربي وهكبره يغطي كل السلايد. نقرا بالعربي مع بعض بسرعه يا باشمهندسين. دي بالاحمر، البند اللي بالاحمر ده يا باشمهندسين بالرغم من اي امر اخر، الكتابه واضحه ان شاء الله مش لازم اطبق. بالرغم من اي امر اخر وارد في هذا في هذه الاتفاقيه او اي مطلب قانوني في الدوله، كلنا بنعرف نقرا العربي طبعا، بتكلم عن الديوتي اوف كير. طيب يعني ايه الكلام ده يا باشمهندسين؟ ليس عليه مسؤوليه اكثر من ممارسه المهاره المعقوله وبذل العنايه والاجتهاد في اداء التزاماته القانونيه. الكلام ده هو الفيديك فورس اديشن، والكلام ده was questioned by the practitioners، والملاك اعترضوا وقالوا هذا الكلام لا يكفي ابدا
لازم نتكلم عن مستوى المشروع وتعقيدات المشروع ومستوى الاستشاري. يعني الاستشاري اللي انا اتفقت معاه فيرست كلاسيفيكيشن، المشروع اللي انا بتعامل معاه ميجا بروجكت، غير الاستشاري اللي تصنيفه اقل والمشروع اللي اهميته اقل. الكلام ده تم معالجته في الفيدك الجديد برضو، وزود كلمتين اللي ياخدوا في الاعتبار: مستوى العمل، مستوى الاستشاري، اهميه المشروع، تعقيدات المشروع. مش بذل العنايه والاجتهاد بدون تفصيل. الكلام ده جينيريك لا يكفي. عايزين نفهم من ال... عايزين ناخد بالنا من الاختلافات اللي ظهرت، عشان دي ويك بوينت، عشان لو انت حتى هتشتغل على الفيديك 4 تبقى عارف ان في تحسينات حصلت في الفيديك. سوري، فيديك 4 اديشن في تحسينات حصلت من الفيديك 5 اديشن، ممكن تستعملها بالرغم من انك شغال فيديك 4 4 اديشن. اوكي يا باشمهندس احمد، اتفضل. مهندس احمد ابو زيد عنده سؤال. كنت عايز اعرف بس يا دكتور، يعني ايه المغزى او ايه الحكمه من الماده دي؟ يعني عايزه تقول ايه؟ هو طبيعي ان الاستشاري دوره ان هو يبذل العنايه ويبذل مجهوده، يعني الماده دي موجوده علشان تقول ايه او عشان تستثني ايه؟ ليه نكتبها يعني؟ يعني ايه مغزاها، او عايزه تفرض ايه على الاستشاري، او عايزه تحفظ حق المالك او حق الاستشاري في ايه؟ مع ان هي يعني الكلام حضرتك معناه هو حضرتك يا معناه فندم بتقول من الطبيعي او المعروف ان احنا الاستشاري يبذل العنايه بالغ العنايه المهنيه. صحيح حضرتك بتقول كده مظبوط؟ صحيح. هو طب ممكن توضح لي ليه بتقول كده، او عرفت منين؟ لو الملك، لو انت الملك وتقول للاستشاري كده هيقول لك طب ليه يا فندم انا، مين اللي قال ان انا اعمل كده؟ هترد عليه تقول له ايه؟ يعني أظن دي هتقول له هتبقى الاعراف موجودة. الهندسيه، هتقول له قانون الهيئه السعوديه للمهندسين، هتقول له ارجع لممارسه المهنه عند نقابه المهندسين المصريه، هترجع الى القانون الواجب للتطبيق، مظبوط هترجع للقانون المدني المصري، القانون المدني الكويتي. كلامك صح تماما، بس في تمام. امور اساسيه لازم نستدعيها من القوانين ومن التنظيمات في البلد اللي انا بشتغل فيها واحطها في العقد. منها الانشورنس، منها ان الملك لازم يدفع الفلوس. هو يعني الملك ممكن نعمل العقد وما نكتبش ان الملك هيدفع الفلوس؟ طب ما هو لازم هيدفع الفلوس، بس انا بكتب له كده. اولا قانونا انت مضطر تكتب الكلام دوت. ثانيا عشان ما تضيعش وقتك مع احد الاطراف الغير محترف جدا، انه يقول لك فين المكتوبه دي؟ فين المكتوبه دي؟ بعدين انا عايز افكرك ان اللي جوه العقد بيتحسم اسرع بكتير من اللي انت جايبه من القانون. يعني لو جايب القانون نفسه ومكتوب فيه اوضح من العقد بكتير، الطرف المقابل الكونترا ذا بارتي ان ذا كونتراري دايما بيعترض عليك، يقول لك لا انا فاهم العقد ده فقط، انا معايا العقد ده، فهمني لو سمحت فين جزئيه ان الاستشاري يجب عليه بذل العنايه الفائقه. احنا ممكن نطلع بره العقد ندور ما هي العنايه الفائقه، ولكن اتليست نوضح لاطراف العقد ان انت ملزم يا استشاري تبذل العنايه الفائقه، وانت يا مالك اعرف ان من حقك الاستشاري يبذل الفائقه. يعني ايه؟ يعني تمام. كل ما يسلمك ورقه الورقه دي بتكون ديولي ريفايز، ديولي ستادي، ديولي سكروتينايز. ما ينفعش يقدم لي ورقه يقول لي اصل انا قريتها بسرعه. لا، انت الاستشاري، ما انت مش عليك تقرا بسرعه، انت عليك تفتكر البند 3.1.3.1.
شكرا لسؤالك يا باشمهندس. اشكرك يا دكتور، ويا ريت لو توضح لنا زي ما حضرتك قلت ان احنا ممكن نخرج من الفيديو عشان نعرف ايه هي العنايه الفائقه، هل فعلا الزوكا ليها حد او ليميتيشن بمعنى كلمه العنايه الفائقه؟ في ليميتيشنز اوف ليابيليتي جاده جايه هنستفيد شويه في الجزئيه دي، وكمان اتعدلت في الجزء النهائي الفيديك الفيرجن الاخيره الجديده 2017. جزاكم الله خير. تمام، الله يبارك فيك. لما يكون الاستشاري عايز يمارس بقى صلاحياته اكسرسايز باور اوف ذا انجينير، فاكرين الباور اوف ذا انجينير في الفيديك 4 وفي الفيديك سوري في الفيديك ريد فيديك واليلو فيديك، لما يكون الكلاينت مطلوب يعمل باور لعقد ليس الكلاينت طرف فيه، اذا ليس الامبلوير طرف فيه، الكلام ده الناس اللي متابعه معايا تاخد بالها من الكلام ده، بيتكلم عن المقاول. الكلام ده اللي يتكلم عن المقاول. Where the services include the exercise of power. يعني الملك اداك باور في عقدك دوت، بيقول لك تعمل مع المقاول واحد اثنين ثلاثه، سواء هو المقاول العام للمشروع، سواء هو توريدات فقط، سواء هو اقل اكثر، ستراعي انه من حقك الثاني يومين از كونسلتنت. تاخذ في الاعتبار الثيرد بارتي او الكونتراكت الجديد اللي بين المالك وهذا الثيرد بارتي او هذا الطرف الغريب. الصلاحيات اللي هتمارسها لما يقول لك تتعامل مع مقاول الاساسات، الصلاحيات اللي هتمارسها لازم انت اوريدي تكون عاجباك وموافق عليها، يا اما تكون اوريدي مكتوبه لك في السيرفيس في سكوب اوف سيرفيس. يبقى انت الصلاحيات اللي داخل بيها على المقاوله يا اما مكتوبه لك يا اما بيعطيها ليك الملك جراديولي. لو ما كانش الكلام ده على عقد محدد في السكوب اوف سيرفيس، بيتكلم عن جنرال كونتراكتور، بيتكلم عن سب كونتراكتورز هنا، فبيديك صلاحيات انت توافق عليها. لما يكون عندك صلاحيه تسيرتيفاي تعتمد او تقيم او تقدر او تديترمن او تعفي قرار، فانت هنا بروفيشنال بارتي. يو ار اونلي ثيرد بارتي مقدم بروفيشنال ادفايس وليس زي ما بيسموها ايه اربيتريتور. يبقى انت علاقتك مع الاستشاري مع المقاول في الفيديك الاحمر انت لست اربيتريتور خالص، انت مجرد اندبندنت بروفيشنال اكسرسايزنج جادجمنت ويز ريزونبل سكيل. نفس الجمله بتاعت الديوتي اوف كير والريزونبل كير والريزونبل سكيل والديولي سكيلز، كل دي تعريفاتها بتيجي من الستاندرد براكتس، بتيجي من القانون القابل للتطبيق، بتيجي من احكام القضاء يا باشمهندسين. فما ينفعش الاستشاري المالك يطلب من الاستشاري انه يعمل مجهود زي يعني مستوى الدقه زي السكس سيجما مثلا، لما يكون متفق على السكس سيجما بيكون محددها، انما لما تقول لي اراجع مستخلص واشتغل بيه انا على مستوى مثلا دقه 99 و9 دوري 3 دوري كفايه قوي، ما تطلبش مني 6 دوري عشان دي ما بقاش ريزنبل كده. لو من حقك كاستشاري تعمل فاريشن، لو من حقك تعمل الهايلايت ده، لو من حقك تعمل فاريشن حضرتك ما ينفعش تعمل فاريشن الا لما ترجع للمالي. زي بالظبط شغل الكونستراكشن اللي احنا عارفينه. املاك الكلاينت بروبرتي يعني املاك الكلاينت هي اللي وردها المالك للاستشاري حسب الابندكس 2، حسب ما هي مكتوبه في الابندكس 2 المالك مضطر يقدمها. البرسونال اللي قلنا عليهم المالك لازم يقدم البرسونال اللي قلنا عليهم اللي لازم يكونوا بالكفاءه اللي يوافق عليها الاستشاري، والاستشاري هو اللي يشغلهم او هو اللي يسمع كلامه هو،
ولكن الكوست باي ذا امبلوير الريبليسمنت يكون بموافقه الاستشاري. لو المالك عايز يغير واحد يغيره، بس يقدم واحد كومبارابل لهذا اللي هيتغير. دي في البند 3.7 هنلاقي كلمه كومبارابل اهي اندر ريبليسمنت. ذا كوست شال بي بورن باي ذا كونسلتنت اكسبت وير ريكويستد باي ذا كلاينت شينج. البيرسونال بتاع، هنروح بقى للبيرسونال بتاعت الكونسلتنت نفسه. البيرسونال بتاعت الكونسلتنت، حضراتكم كلكم اشتغلتوا استشاريين. الاستشاري بيقدم الاستاف بتاعه فور ابروفال من الكلاينت، الكلاينت بيختار الكومبتنسيز التعاقديه، ده خبره 10 سنين، ده خبره 15 سنه، ده خبره 20 سنه، شفت في الكويت خبره 25 سنه. مطلوب يكون الموظف معاه بكالوريوس مدني، معاه بكالوريوس ميكانيكا، معاه بي ام بي، معاه شارتر انستيتيف اربيتريشن، معاه ريكس، معاه اوتو ديسك، الخ الخ. الكومبتنسيز دي بتتقدم، المالك قد يطلب من في بيرسونال انترفيوز. الانترفيو لو نجح الموظف يتعين، الموظف ده بعد ما يتعين لازم يشتغل في الديو ديليجنس باجتهاد كامل. اذا راى المالك ان يغيره من حق المالك يغيره مع ابداء اسباب واضحه، التغيير مع ابداء اسباب على حساب الاستشاري، التغيير بدون اسباب ابداء اسباب يكون على حساب المالك. اخر بند اهو، كلاينت شاردين ذا كوست اوف ريبليسمنت انليس اجريد ان هو عامل مس كوندكت او انابيليتي. يبقى التغيير بدون سبب يبقى على حساب المالك، لو بسبب زي مس كوندكت فعل فعل مش ناجح زائد او عدم القدره على البرفورمانس، فده بيتغير على حساب الاستشاري. commencement completion variation and termination ده بند كبير قوي وعريض جدا، تبتدي 5 في الفيفث اديشن اتغير الى بندين الى 2 كلوز. نفاذ الاتفاقيه، نفاذ الاتفاقيه من ايهما لاحق؟ اخر توقيع على الاتفاقيه او letter of acceptance. يبقى المالك اصدر اليوم letter of acceptance، بكره وقعنا على الاتفاقيه، يبقى نفاذ الاتفاقيه من بكره مش من اليوم. بس الاتفاقيه دي طبعا احنا عارفين if any، عشان احيانا ممكن نكتفي بالليتر اوف اكسبتنس. الكومنسمنت بيتفق عليه وممكن يتكتب في البارتيكولار كونديشنز، نقول ان الكومنسمنت خلال 14 يوم من التوقيع على الاتفاقيه، وممكن اسيبه اوبن، ويفضل ان انا اسيبه اوبن، الناس ما تستعجلش. دي توصية جديدة، بدء تنفيذ مشروع الاستشاري يجب أن يقوم بكامل الارتياح بين الطرفين. ما تفرحش أنت كإمبلوير عايز مديرك يقول لك أه تمام، تقول لمديرك تمام أنا وقعت الاتفاقية وابتدى عقد الاستشاري من بكرة. لا، أحيانا الاستشاري محتاج بعض المهلة للموبيلايزيشن، وأنت كده بتفتح مشكلة في القرارات، المشكله في الموبلايزيشن. ما يبقاش المالك عارف يسيطر على الموبلايزد بيبول من الاستشاري، سواء في مشروع تصميم او في مشروع اشراف على تنفيذ. فانا في يوم من الايام جالي خطاب ان موظفين الاستشاري، المالك جالي خطاب ان موظفين المقاول الاستشاري عفوا قد بداوا العمل من شهر ونص. طب انا ما شفتش حاجه من شهر ونص، مين يثبت ان هم حضروا؟ فين التيك اوف شيت؟ فين الشيت؟ فين الاتندنس شيت؟ فين البايومتريك؟ فين الاكسبتنس بتاع الموظفين؟ يعني بصراحه فلوس كثيره ممكن بتضيع على المالك، خاصه من المكاتب الاستشاريه الكبيره اللي المالك ما بيبقاش قادر يعارضها وعندها كونتراكت مانجر قوي. فتلاقي المالك بينهار احيانا امام الجهات الاستشاريه العليا. ده الكومنسمنت. الفاريشن مش من حق الاستشاري، مش من حق الاستشاري طبعا ينفذ فاريشن الا بتوقيع مكتوب من المالك. المالك من حقه يطلب الفاريشن، الاستشاري لازم يقدم بروبوزل. قيمه البروبوزل هنا فيها حاجه جديده او لذيذه كده شويه تختلف عن الفيديو الاحمر او العود المتعارف عليها. قيمه تجهيز البروبوزل
اللي انت هتعمله استشاري على تكلفته على المالك. The preparation and submission additional service بيعتبر additional service، يعني هيقبض فلوس قيمة هذه اعداد هذا الفاريشن. ال consultant shall not be required to commence the variant until client approved. ممنوع تشتغل كاستشاري وكمقاول ابدا الا بتوقيع من المالك. التأخيرات يستحق الاستشاري اي لو المالك تسبب في تأخير، وخاصة من خلال المقاول بتاعه. لو المالك تسبب في تأخير فإن التأخير يكون مدفوع الأجر أو extension of time لصالح الاستشاري. extension of time الاستشاري بيجي ازاي بصفة عامة؟ لأي سبب الكونستراكشن كونتراكت مع المقاول بيحصل له extension of time، فالاستشاري بيبقى متعاقد على أعمال بالشهر، عندي 10 موظفين في كل شهر، فبما إن الكونستراكشن بروجكت اتمدد الكونستراكشن بروجكت اتمدد يبقى أنا كاستشاري مشروعي لازم يتمدد، فأقدم تكاليف. التكاليف اللي بقدمها دي بناء على الفيز اللي في الكونتراكت. الفيز دي بتقيم بالشهر تاني، عايز 10 مهندسين مدني و3 معماري و7 انسبكتورز هيشتغلوا 6 شهور زياده. المجموعه دي تكلفتها اجمالي كذا، اقدمها للمالك. المالك يفاصل نيجوشييت، يخفض العدد، يقول بلاش 10 مدني خليهم 9 مدني، خليهم 6 انسبكتور بدل 8 انسبكتور، ونتفق على مبلغ على عدد نهائي، دول اللي يتعمل لهم اكستنشن. اديشنال اي اعمال اضافيه اخرى يطلبها المالك يطلبها المالك هتعتبر اديشنال وورك من حقه. اكستنشن اوف تايم من حقه نت كوست. من اهم البنود يا باشمهندسين، الناس اللي بتفكر تشتغل بالفيديو دوت يفتكر البند 4.5، وعشان كده كتبته بالعربي برضه 4.5 تشينج circumstances، تغير الظروف، الظروف المتغيرة. إذا تغيرت الظروف، إذا جت الظروف، نقراها بالعربي كده، وبرضه اللي عايز يسأل فيها سؤال إحنا موجودين. يبقى أول التزام، أولا الظروف تكون غير متوقعة، ثانيا الظروف تعيق عمل الاستشاري جزئي أو كلي، أو توصل لمرحلة الاستحالة. أول حاجة يصدر نوتس، you have to notify the employer by immediate notice. إذا تم تعليق بعض الخدمات فإن المدة اللازمة لإتمامها، يعني مش عارف أجيب المعدات بتاعتي من الجمارك، مش عارف اروح الموقع العمل بسهوله، فان المده اللازمه لاتمامها لاتمام بعض الخدمات، هنا قلنا ايه حضرتك؟ جزئيا، جزئيا بعد تقديم الخدمات كليا او جزئيا. فإن هنروح من جزئيا هنا الى بعض الخدمات 4.5.2 يعمل ايه؟ يبقى المده الديستربشن اللي حصل للبرفورمانس الاستشاري ادت الى زياده مده التنفيذ جزئيا، فان هذه المده اللازمه يجب تمديدها حتى تزول هذه الظروف، نفس اللي حصل في الكورونا. طيب تمديد اسبوع باسبوع؟ لا، عندي 42 يوم ماكسيمم من حقك كمالك تفاوض فيها المقاول، تقول له انت عشان تعمل كومبليت كومبليت ريموبيلايز محتاج كم يوم؟ يقول لك انا اديني 20 يوم، في ناس نزلت اجازات، اديني 30 يوم، في ناس مريضه عندي في عندها كورونا. ففي عندك المده نفسها اللي تاخرها الاستشاري او اللي اعيق عنها الاستشاري زائد 42 يوم بس. وات اباوت فيسنج ديلي؟ هنعمل ايه في الفيسنج ديلي؟ الفيسنج ديلي هو تخفيض السرعه، تخفيض سرعه تقديم الخدمات. اذا اضطر الاستشاري لعمل فيسنج ديلي او لتخفيض سرعه عمله، اللي هي بمعنى اصح برضه تمشي جنب جنب جزئيا دي،
او بعض الخدمات دي، اذا كان بيعمل بدل ما يروح عنده 20 انسبكشن في اليوم، الظروف الظروف الخاصه اللي حصلت دي اللي هي تشينج سيركمستانسز ادت ان يجي ثلاث مهندسين ما يعرفوش يخلصوا 20 انسبكشن، فبيخلصوا 15 انسبكشن، فهو مضطر لهذا تخفيض سرعه تقديم الخدمات فيتم تمديد مده الاتمام المتعلقه بهما حسب ما تتطلبه الظروف. يعني هو سيبها اوبن للمالك والاستشاري، عشان مش كل حاجه مهندس احمد نقدر نكتبها في العقد بدقه. التخلي عن الاتفاقيه او تعليقها او الترمينيشن. المالك فور كونفينينس عايز يقفل المشروع، المالك لاسباب مختلفه عايز يعمل سسبنشن للمشروع، بكرر تاني بقول المالك، المالك تاني عايز يعمل ترمينيشن فور كونفينينس، او المالك عايز يعمل فور ترمينيشن فور ديفولت باي ذا كونسلتنت. يبقى نتكلم الاول عن الجزء الاول 4.6.1، المالك من حقه يعلق العمل في ايام الكورونا او غير الكورونا، اور ترمينيت، يلغي المشروع خالص لاي سبب، فيعمل نوتس خلال 56 يوم يقول انا هقفل المشروع ده خلال 56 يوم، فالاستشاري في الحال يوقف المصاريف قدر الامكان بتجيت ذا اكسبنسز، مينيمايز ذا اكسبنديشر. يعني ايه؟ يعني لو في ناس مثلا جايه مخصوص بعد ثلاث ايام لهذا المشروع وجايه من بلاد بره، انا اوقفها مكانها وبعد كده ارجع افكر في اي تعويضات مع المالك، ولكن ما اخليهمش يجي، وبعد ما يجي اقول عايز ثمن تذكره وعايز ثمن فندق اسبوع قبل ما رجعتهم تاني ايطاليا. فاذا immediately كلمه صادمه ومقصوده في الفيديو، to stop the services arrangement. طبعا arrangement مش خلاص جالي الخطاب النهارده ما راحش بكره، لا، arrangement ترتيبات لوقف الخدمات زائد تقليل المصاريف. واللي دايما بختلف معاه في الكلينز بتاعتي هي كلمه تقليل المصاريف دي، يقول لي ليه الثلاثه جم من ايطاليا؟ ليه ما خليتهمش في ايطاليا؟ ليه الثلاثه عايز لهم مصاريف فندق ترجعتهم في نفس اليوم؟ وهكذا. ال السيرفيسز دي والبي ستوب بعد النوتس دي فاقرب فرصه ممكنه. وانت طبعا بما انك عارف كاستشاري ان العقد، لو انت بتتكلم في عقد حكومي، اللي انت كاستشاري عارف ان الحكومه مشاورها طويله، فانت لازم تتوافق معاها بالمدد الطويله التي بتتعامل مع الجهات الحكوميه في مينيمايزنج اكسبنديشن. يعني ما تبقاش عارف ان في قرار هيطلع خلال ست اسابيع وانت سايب نفس الكورس اللي في الموضوع. 4.6.2 بتيجي بقى في التيرمينيشن فور ديفولت باي ذا كونسلتنت. اذا كونسلتنت از نوت بيرفورمينج او ويك او ضعيف او ان ديفولت او ان بريتش اوف ذا كونتراكت باي اني هاو، بتعطي له حضرتك نوتس بتقول له حيث وحيث وحيث وحيث. طبعا كلكم اساتذه في تسديد النوتس، عمل توضيح اسباب النوتس، اسباب التوجه نحو التيرمينيشن. If a satisfactory response is not received، يبقى انت بتعطي النوتس بتستنى الاستشاري يرد عليك في 21 يوم يقول لك انا كان عندي شويه مشاكل في البيرسونال وعدلت وضعي وجالي تحسين وضعي خلال 21 يوم. لو ما ردش عليك في 21 يوم باجراءات مهمه ورد مقنع، انت بتعطي من حقك طبعا، من حقك. ماي، هنا في فرق بين ماي وشال. الناس تكتب عندنا اللي مش متعوده كلمه ماي يحق للطرف. لو قلنا شال يبقى يجب على الطرف، ليس بشد، احنا بنستعمل ماي وشال. ماي يحق للطرف وماي وشال يجب اجبار مش ماست، ممنوع تستعمل ماست. لما تكون عايز تجبر وتؤكد سواء في خطاب او في عقد استعمل كلمه شال. ذا كونتراكتور شال
دو 1 2 3. يبقى من داي 1 هنسميه داي 0، 21 يوم نوتس، مقاول يوضح الاستشاري يعدل وضعه، وفي نفس الوقت يرد رد مقنع ليه الاسباب الفشل في العمل. نمره 2، خلال لم يستجب الاستشاري خلال، انا هعمل نوتس جديده خلال 14 يوم، مدتها 14 يوم، يكون المجموع معايا 35 يوم من داي 0، يبقى التيرمينيشن دان. وزين 35 داي is not justified, is not بعد 21 يوم ما فيش response, the client they might may by further notice terminate the agreement. تماما خلاص بعد 35 يوم من day zero يعمل كمان notice جديدة ويمر 35 يوم من day zero يبقى عمل التيرمينيشن. طب افرض الكونسلتنت عايز يعمل تيرمينيشن امتى؟ في اكتر من حاله، منها على سبيل المثال الحاله في تاخير البيمنت. تاخير البيمنت لما ياخر البيمنت يبقى الاستشاري من حقه، او لما يبقى الامبلوير ان ديفولت، الكلاينت ان ديفولت، يبقى من حق الكونسلتنت يعطي نوتس للمالك يقول له انت في ديفولت بالامر 1 2 3، وبعد النوتس دي اذا لم يعدل الوضع يبقى الاستشاري يصدر كمان نوتس مدتها 42 يوم، يقول له انا قدامي 42 يوم اسيب الموقع. طبعا لما هيسيب الموقع او لما هيقفل الاجريمنت تيرمينيت ذا اجريمنت كومبليتلي، هيبقى ليه استحقاقات اخرى بقى، ويروح للايه كونسلتنت كليمز بهذه الحاله. Or at his discretion without prejudice the right to terminate, suspend the performance whole and part for the scope of service. يعني ايه؟ يعني انت كاستشاري لو والله لو وراك شغل كتير في مكان تاني انت ممكن تعمل termination وتسيب المشروع وحقوقك كامله محفوظه. اما لو انت مجرد بس متخوف من الفاينانشال ارينجمنت للمالك فانت ممكن تعمل suspension، واذا عملت suspension هذا لا يكحد حقك الرجوع لاحقا وتقول انا هعمل ترمينيشن. ده الكلوز 4.6.3 اللي احنا بنسميه ترمينيشن باي كونسلتنت. حسبت انا الايام معاك والموضوع في الاحوال الاتيه هو الترمينيشن، لما 28 يوم يمروا بالدفعه والانفويس ما اتصرفتش، وزود ريتن كونتستد بار، يعني كونتستد يعني اعتراض من المالك يقول له الفاتوره بتاعتك مش هطلبها للاسباب الاتيه. لو ما ارسلتش اسباب عدم صرف الفاتوره يبقى انت ابتديت تتاخر. يستحق الاستشاري من يوم 29 المبلغ اللي مكتوب في الابندكس زائد اللي هو 100 ريال، 100 جنيه، 100 ريال، 1000 ريال، 500 ريال حسب البلد اللي انت فيها. الدينار الكويتي ال 1000 دينار، ال 100 دينار كتير جدا جدا. في بعض حراس الامن بيقبضوا 100 دينار واقل. اذا الترمينيشن بيحق لك كاستشاري تطلب تعمل ترمينيشن. نمره 2 او نمره بي، لو الامبلوير هو اللي علق الخدمات حسب البند 4.6 والتعليق زاد اكتر من 182 يوم، الامبلوير علق الخدمات حسب 4.6 او الظروف اللي فاتت يا جماعه فاكرينها 4.5 اللي هي شينج سيركمستانسز، ساعتها انت لما تستشاري اتعلقت معاك 182 يوم يعني 6 شهور ويومين، من حقك كاستشاري تمشي في اجراءات الترمينيشن. حد عنده سؤال في الترمينيشن باي امبلوير وترمينيشن باي كونسلتنت؟ الوقت مش في صالحنا، فانا الامور العامه دي فساد الاحتيال ما فيهاش جديد. اكسبشنال سيرفيسز قلت لك من شويه هتكون امتى؟ هيكون لما انت تكون عليك ترمينيشن باي امبلوير باي كلاينت هتعمل انت اكسبشنال سيرفيس. لو اكسبشنال سيرفيس for convenience of the employer of the client انت هتاخد فلوس time and cost.
لو كان فور ديفولت اللي فات ده يا باشمهندسين ترمينيشن باي سوري ده الكونسلتنت از نوت بيفورمينج وبنتكلم فور ترمينيشن باي كونسلتنت باي كلاينت فور ديفولت اوف كونسلتنت هيكون انت وذاوت تايم اون ديفولت هتعمل اكسبشنال سيرفيسز هتلم ورقك هتدفع ايجارات تقفل مشروعك عشان انت اللي اوريدي ان ديفولت ده performance shall entitle عموما shall entitle exceptional services shall entitle money and cost over time للعمالة net cost للservices المعمولة ما لم تكن for default by the consultant أي default by the consultant مش مقبول مش هيدفع لأي مقابل rights and liabilities of the of the parties كل party عليه obligation عليه rights عليه ليه استحقاقات لما نعمل التيرمينيشن نمرة واحد بيقول لك أي claims أي accrued claims أي accrued rights and liabilities مش معنى إن المشروع اتقفل خلاص أنا بعمل ريليف للاستشاري عن التزاماته لا كل حاجة accrued زي ما هي ومكملة زي ما هي وقلنا من شويه ان الـ ان ال 29 يوم في اليوم ال 29 اون وورد الاستحقاق بتاع البنالتي او التعويض الاتفاقي للتعويض عن تاخير الدفعات مستحقه ما زالت مستحقه للاستشاري في كلوز اسمه 6.3 ليميتيشن اوف كومبنسيشن بيتفق الطرفين على ليميتيشن للتعويض مش مفتوحه ما تبقاش الاتفاقيه ب 5 مليون جنيه ويقول ان الاستشاري يمكن ان يدفع 1 مليار جنيه لا احنا بنتكلم عن ارقام ريزنبل لهذه الاعمال انت بتصمم عماره غير بتصمم كوبري غير بتصمم مرفق غير بتصمم انفراستراكشر لمدينه الفريم بتاع الكومبنسيشن محدود حسب الابندكس اللي انت بتوقع عليه او اجري مع الطرف الاخر وطبعا انت كمالك لو عايز التعويض او الليميتيشن او الكومبنسيشن عالي جدا الكونسلتنت هيراعي ده في اسعاره البيمنت احنا قلنا البيمنت عموما البي او كيو او السكوب الاتعاب الخاصه بالاستشاري بتكون عن بنود محدده منها الجهد البشري ومنها اللي بيسموها الايكويبمنت والسيرفيسز اللي بيقدمها الاستشاري احيانا الاستشاري بيكتب سياراتنا بيكتب ايجارات لمبنى رئيسي لمبنى موقعي بيكتب موظفين بالعدد بيكتب preliminaries في الموقع services بوفيه maintenance كل دي امور بتتسعر وتنزل في بيو كيو وتبقى هي دي الدفعات الشهريه للاستشاري وبيتكتب في الابندكس 3 remuneration and pay طيب الكلام ده ينفع للنورمال سيرفيس طب والاديشنال سيرفيس الاديشنال سيرفيس اللي هي بتيجي مع الفاريشن بتبقى متسعره اوريدي حسب البي او كيو بتاعتنا او سكيدول اوف ريتس او سكيدول اوف برايسنج الاستشاري بيقدم تشينج اوردر حسب هذه الاسعار الملك بيصادق عليها بيعطي ابروفال بتدخل معايا في البيمنت الشهري حسب اللي اتفق عليه طب الاكسبشنال سيرفيسز قلنا اللي هي ليست اللي هتحصل امتى حسب الكلوز 4.5 في الظروف الخاصه او الظروف الطارئه والحاجه الثانيه في التيرمينيشن والسسبنشن اوف وورك او غلق الاتفاقيه لو ما كانش فور ديفولت اوف كونسلتنت فالكونسلتنت مستحق هذه التعويضات اكسترا تايم للجهد البشري زائد نت كوست اوف اذر اكسترا اكسبنس
في احيانا الاستشاري العقد الكويتي خلاص احنا اتفقنا ان في رسوم وفيز ومبالغ معينه للاستشاري في العقد الكويتي، وفي بعض العقود الاخرى العربيه بيطلب من الاستشاري يعين سب كونسلتنت للاساسات، يعين سب كونسلتنت للست حاجه اضافيه جوه العقد، فيبقى السب كونسلتنت هياخد مليون، المليون ريال دي او مليون جنيه دي للسب كونسلتنت ادفعها للكونسلتنت الرئيسي عشان يدفعها للسب كونسلتنت، وفي نفس الوقت بدون اي اجحاف لرسوم الكونسلتنت الاصليه. تايم فور بيمنت اتكلمنا على 28 يوم في استفاده كامله. بص البند اللي انا قلنا نكتبه في الاجنده رسم المسين اللي معاه اجنده، كلاينت شال نوت ويز هولد بيمنت ويز اوت ريزون نوتس اوف هيز انتنشن تو ويز هولد بيمنت 4 داي بيفور ذا تايم، يعني قبل مرور ال 28 يوم، يعني على اليوم ال 24 لازم اصدر. without a reason، يعني انت ما توقفش اي حاجه، انا قلت الجمله دي على جميع تصرفاتك كاستشاري. don't withhold a decision or approval without reason. بفكركم تاني ان لو في جزء نص الفاتوره disputed والنص انت موافق عليه، تصرف النص اللي انت موافق عليه حالا، تصرف النص اللي انت موافق عليه قبل مرور ال 28 يوم، تعمل نوتس بالنص اللي مختلف عليه على يوم ال 24 يوم ماكسيمم، هتتناقش وتراجع وتدرسه تاني الامر في النص الديسبيوتد. اذا طلع المالك عنده حق مفيش مشكله هيدفع الفلوس في الوقت الاخر، اذا طلع الاستشاري عنده حق هنعتبرك يا مالك كنت متاخر نص الدفعه ويبقى عليك تعويض عن اليوم ال 29 اونورد. currencies on payment البند الشهير في كل العقود. اذا حصل مشكله في العمله فجاه في البلد اللي انت فيها، المالك سيتحمل الادفيرس كونديشن عشان الاستشاري جاي يشتغل، عايز فورين كرنسي يستورد، عايز فورين كرنسي يجيب بيها معداته، يجيب بيها الناس بتاعته من بلد المنشا. الاستشاري عايز يدفع مصاريف داخل البلد، يفترض يعني المستثمر قد الدنيا وجايب فلوس معاه من بره، لما هيقبض المستخلص من الجهه الاداريه او من المالك عايز يحول الفلوس دي لليورو الاوروبي، يرجع بعض منها اوروبا، يدفع رواتب الناس والناس اللي معاه تدفع ترجع فلوسها لاوروبا مش لمصر. الحاجه فهنا لو حصل مشكله في القوانين دي يكون المالك هو اللي لازم يراعي الاستشاري. هيراعي الاستشاري، اولا هيسهل له الامور دي كلها، اذا لم يتمكن من هذه التسهيلات هيراعي البند 4.5. ايه هو ال 4.5 ده؟ اللي هو تشينج ان سيركمستانس. فاكرينه ولا نشوفه بسرعه؟ لو العمله حصل فيها حاجه فجاه هتدخل تحت بند تشينج سيركمستانس. قلنا ثيرد بارتي، لو في ثيرد بارتي دي ما قلناهاش، لا الثيرد بارتي اللي هي مصاريف الاستيراد، مصاريف الشحن، مصاريف الفيزا والاقامه و و و و، يجب ان او يحاول حسب ما نتفق عليه طبعا في الاجريمنت المعتاد او المكتوب في الفيلم. اذا كان في اكزامشن از جرانتد إذا كونسلتنت، يبقى المالك لازم يراعي الامور دي، والا التكاليف دي كلها لو كانت متفق عليها في العقد ان المالك هيعمل فيها اكسبشن لازم المالك ينفذ الاتفاقيه، اذا لم يتمكن المالك يبقى هياخد الاستشاري التعويض المناسب من المالك. اتكلمنا عن الديسبيوتد انفويسز، الاندبندنت اوديت نقطه مهمه جدا برضه هتنزل في الاجنده بتاعتي عايز اكتبها معاكم. يجب ان يوفر الاستشاري كافه، اولا لازم تحتفظ بريكورد متكامله لكل مشروعك، ويحق للمالك خلال 12 شهر
بعد انتهاء المشروع بالكامل يحق له بنوتس 7 يوم، يبلغك بنوتس 7 يوم، يقول لك النهارده السبت من السبت القادم انا جاي عندك معايا ثيرد بارتي اوديتور من مكتب اجنبي اس جي اس او زيرو يوريتات، جاي نعمل تفتيش او جاي نعمل اوديت نراجع اوراق قديمه، ويجي يقول لك اديني الاي بي سي نمره 12 اللي اتصرفت من 17 شهر ولا اتصرفت من 12 شهر برضه عايز اشوفها، فمن حقه يراجعها ويطلع لك فيها اخطاء، وبعد ما تطلع اخطاء تدخل في المعامله القانونيه البيو لهذه الامور. يبقى انت هنا كاستشاري، يبقى انت هنا كاستشاري مش بتفكر انك تصرف المليون ونص بتوع الفاتوره الجاريه، انت بتفكر في اوديت ممكن يجي لك من ثيرد بارتي، مش مجرد انك عرفت تمرر فاتوره او مستخلص كده خلاص انت نجحت قست عليك اوديت، فلازم تعمل اللي انا كاتبه ده استراتيجيك ثينكينج، لازم تكون تحتفظ بكل اكيوريت ريكورد، قدم اكيوريت ريكورد. واخطر حاجه في النقطه دي يا باشمهندسين، لو كان الاوديتور ده حكومي او المشروع ده حكومي بيجي يقول لك ايه؟ يقول لك الباشمهندس مدير الجوده كان العقد بتاعه بيقول 15 سنه خبره، طيب بس في حين ان انت عينته او قدمته 12 سنه ووافق عليه العميل، الراجل ده غير معتمد واشتغل معاك 18 شهر الراتب بتاعه كله عايز يتخصم، وترد عليه بتقول له ده الامبلوير وافق، تقول له الامبلوير ما وافقش كتشينج اوردر سواء بكوست او بدون كوست، الاوديتور هيقول لك هذا ليس تشينج اوردر، هذا خطا، واحنا هنحاسب الامبلوير بتاعنا وانت هترجع 18 شهر لمدير الكواليتي. يا ريت ناخد بالنا من الجزئيه دي، ان مش معنى انك تقدم كمدير مشروع استشاري تقدم اي وظائف والملك يقبل وبفرق سنوات خبره بصفه خاصه ونوع البكالوريوس، لو مكتوب بكالوريوس ميكانيكا يبقى بكالوريوس ميكانيكا. هنا بقى اهم حاجه هنروح لللايبيلتي والكومبنسيشن بتوين ذا بارتي. اللايبيلتي هنا بتتكلم عن مسؤولية الاستشاري سواء عن التصميم سواء عن الإشراف على التنفيذ. البند ده من البنود الهامة جدا اللي لازم تحدد وحتى تتقى أيضا من الابليكابل لو، بنقول إن المقاول مسؤول لحدود مبلغ كذا، طبعا الاستشاري مسؤول لحدود مبلغ كذا، بتقول الاستشاري مسؤول لمدة إكس سنة سنتين مسؤولية عشرية 10 سنين، المقاول الاستشاري مسؤول مسؤولية ستاندرد اوف كير او ستاندرد اوف ليابيليتي ولا مسؤول فيتنس فور بيربس. انت من حقك تتفق على فيتنس فور بيربس، انت بتصمم لي منشأ عشان يشتغل توليد كهرباء، فانا عايزه يولد كهرباء فيتنس فور بيربس ان هو يولد هذه المدينة. ما ينفعش تقول كاستشاري في الوقت ده انا مسؤوليتي فقط اللي اتكتب بتفصيل او اللي اتكتب كخطوط عريضه، لا انا عايز المنتج النهائي ينور المدرسه بتاعتي، انا عندي مدرسه وعايز جنريتورز ايا كانت صمم لي شبكه كهربائيه تضيء هذه المدرسه او تضيء هذا ملعب الكوره. فانت هنا الليفل اوف لايبيليتي وصل للفتنس اوف بيربس. المعتاد ايه؟ المعتاد هو الستاندرد براكتس، المعتاد هو الابليكابل لو، المعتاد هو اللي بنسميها في العقود مع مراعاه مستوى الاستشاري ومستوى المشروع ونوعيه المشروع. هي دي اللايبيلتي، دي المستوى بتاعه اللايبيلتي. ولكن من حقك تروح لحاجه اسمها فيتنس فور بيربس، ودي الى حد ما بيتعرض ليها مش الفيديك فورس اديشن، بيتعرض ليها الفيديك فيفث اديشن. الجزئيه دي لما بقول لحضرتك وانت بتكتب عقد يجب ان تستشير، طبعا حضرتك متوقع مني تستشير واحد خبير، يجب ان تستشير محامي، يجب ان تستشير محامي، ما تستشيرش مهندس فقط، يجب ان تستشير محامي في جزئيه زي اللايبيلتي
ممكن انا شخصيا ادفع لي 1000 ريال عشان احدد الكلوز ليابيلتي للمستوى اللي العميل بتاعي عايزه. حتى لو انا اللي واخد دي فريلانسر، انا اللي بكتب عقد فريلانسر، انا بتجه مع الملك، مع محامي، ادفع له 1000 جنيه، ادفع له 10000 جنيه عشان يكتب لي كلوز للليابيلتي بدرجة اهتمام المالك بتاعي. such compensation، التعويض to be limited to the amount. هنا بقى عيب الفيديك، الفيديك فورث اديشن. التعويض to be limited to the amount of reasonably foreseeable loss. هنقعد نختلف مع بعض، ما هو المتوقع، ما هو الدمج المتوقع، ما هو الدمج المتوقع، ونختلف الملك مع الاستشاري. لا، الموضوع محتاج ما نقفش على reasonably foreseeable loss. هنا نفس الكلام، انا محدد بقول لك خلي بالك دي limited liability. ايه هي limited liability اللي المهندس احمد سأل عليها؟ duty of care and exercise of authority is established against him unfair because it is طبعا استبلش اجينس ده كونسلتنت. الفيديك فورس اديشن بيقول لي only be liable to pay compensation to the client arising out of his connection of the لها علاقه بالعقد فقط، عندما يعمل خطا له علاقه بالديتي اوف كير. طبعا ده مش كفايه ابدا، الراجل ده بيتعامل مع ارواح. يفضل يجب ان نتخطى هذا البند ونروح نشوف بند اقوى بكتير زي ما عمل الفيديك فيفت اديشن. يبقى انا بعمل لك هنا هايلايت، اكتب حضرتك عندك هنا الليمت اوف ليابيلتي في الفيديك فورث اديشن از نوت انف، از نوت فير فور ذا كلاينت، از نوت فير فور ذا كلاينت. عشان انت برضو يعني مش معقول هتكون بتعمل منشأ 40 دور وتعمل فيه ليميت اوف كومبنسيشن هو قيمه المنشأ، وفي نفس الوقت مش معقوله تعمل الليفل المبلغ 20000 ريال. الكلام ده اللي يساعدنا فيه التأمين الانشورنس، عندنا نوعين في التأمين، بروفيشنال اندمنتي انشورنس، والجودز والبرودكت والبروبرتي بتاعت المال. If a party liable to jointly with a third party، طب افرض ان انا والسب كونسلتنت بتاعي او السب كونسلتنت بتاع المالك مسؤولين عن خطأ المال، هل انا كاستشاري عام هدفع كل حاجه لوحدي؟ لا، انا هنعمل بروبورشن ونشوف انا نسبه خطأ قد ايه، والسب كونسلتنت اللي جايبه المالك نسبه خطأ قد ايه، وندفع التعويض بالنسبة والتناسب. البند مكتوب بالعربي واضح. Duration of liability يتفق عليها. البي سي Limit of compensation يتفق عليه. Parties to agree or waive all claims بعد التيرمينيشن يا باشمهندسين، بعد سوري بعد الليمت اوف كومبنسيشن، اي كلينت يعني اتفقنا خلاص ان ماكسيموم كومبنسيشن من طرف للاخر 20 مليون جنيه مصري. اي كليمز تزيد عن كده احنا متفقين انها تو بي ويف، يعني انساها خلاص. طيب افرض حضرتك الاستشاري عمل كليم او الكلاينت عمل كليم والكليم فشل وطلع انجستيفايد ضد بعض. طبعا الكليمنت قدم كليم والريسبوندنت بذل مجهود عشان يرد على الكليم، فلما لو الريسبوندنت او الديفندنت بريفيل او الكليم كونسيدر فيلد كليم، الفيلد بيرسون او الثيرد بارتي هيدفع تكاليف الطرف الاخر. يعني بالعربي المتضرر او اللي دافع عن نفسه واثبت ان هو غير متهم او غير مدان هيرجع على المالك او على الطرف المدعي. خلينا بقى بالمدعي والمدعي عليه. المدعي اذا طلع ادعائه خطا، المدعي عليه يستحق تعويض عن تكاليف اعداد الرد
والدفاع عن نفسه. التعويضات بتكون سواء حسب الابليكابل لو، لو تفتكر يا باشمهندس احمد الديوتي اوف كير قلنا ان هي موجوده في الابليكابل لو، وبكتبها بكتبها برضه في العقد الاندمنتي التعويضات طبعا الابليكابل لو. لو انا رحت اشتكيت من غير عقد وقلت انا بنيت عماره بقى كمالك الاستشاري بتاعي مصمم غلط، طبعا القاضي بدون اي عقد بدون اي حاجه هيدخلها جنائي ومدني. الكلاينت شال اندمنيفاي ذا كونسلتنت اجينست ادفيرس افكتس اوف كليمز اوف ثيرد بارتي. اي جهات خارجيه تعمل كليم على الكونسلتنت بسبب اجراءات او عدم اجراءات من المالك سواء قبل مده الضمان او مده التعويض او بعد مده التعويض، كل ده هيكون الملك هو اللي يعوضني عنه كاستشاري. مين بيساعد الملك في الامور دي عشان الملك ما يتكلفش كتير؟ عشان كده الملك بيطلب انشورنس من الكونسلت. بند الانشورنس جاي عليه دور. الاستثناءات من الاندمنتي، يبقى الملك مش هيعوضك كاستشاري لو في خطأ متعمد، لو في احتيال، لو في خداع، لو في سوء تصرف، لو في نيجليجنس، فأي حاجة خلاف ذلك تتعلق بالاتفاقية الملك يدفعها. التأمين عندنا نوعين تأمين بنعدهم قبل العطاء، وإذا احتاجنا نزيد بنزيد. النوع الأول انشورنس تأمين بيعمله الاستشاري بمبلغ مدفوع على حسابه في ضمن البريليمينريز، وبعض الأحيان بتتكتب في البي أو كي. التأمين liabilities and compensation between the parties under under clause 6.1. ويزيد هذا التأمين لو المبلغ العطاء زاد فبيزود. انشورنس اجينست بابليك تامين ضد المسؤوليه تجاه الجمهور، اي حاجه تحصل للعامه واي حاجه تحصل للجيران او اي طرف اخر، كل ده متغطى بالتامين. فلو رجعت هنا لتعويضات المالك هتلاقي الموضوع بقى محدود عشان الانشورنس ده غطى. اي زياده التامين برضو عشان الالتزامات زادت. Ensure or increase any other insurance required by the insurer, the client. أي حاجة يطلبها زيادة المالك هعمل أنا التأمين، بس هيدفع لي الكوست هيدفع لي الكوست من المالك. التأمين بصفة عامة بيكون جزء من الكونسلتنت فيز، قد يكون بعض العقود بحطها كبريليمينري بحطها بند انشورنس، والمالك والاستشاري يقدر قيمة الانشورنس. كلاينت بروبرتي قلنا كلاينت بروبرتي هي اللي وردها المالك كمساعده للاستشاري في الابندكس 2 اللي هي مع البيرسونيل والاكويبمنت، طبعا دي كلها هيأمن عليها الكونسلتنت. طبعا وصلنا للديسبيوت اند اربيتريشن. باختصار شديد انا عامل لو شرط بسيط عشان نفهمه بسرعه. لما في اي ديسبيوت بيحصل بين الاستشاري الفيديك وايد فيديك بيقول نعمل اميكابل سيتلمنت. اميكابل سيتلمنت بعد الاميكابل سيتلمنت بيكون بناء على طلب من احد الاطراف خلال 14 يوم من طلب احد الاطراف بنجتمع الجود فيس وبنيه حسنه جايين نحل مشكله. لو اتحلت المشكله شكرا بنروح على يس ونقول ريزولفد، لو ما اتحلتش المشكله نروح على ميديشن. الفيديك الجديد قال لك روح لادجيكيشن لو انت عايز. الميديشن ازاي الميديشن؟ بنتفق على نيوترال ميدياتور، سوري اتكلم عن ميدياتور،
نتفق على محايد، ميدياتور محايد. كلمه ميدياشن اللي ما يعرفش، هي دايما نون بايندنج ميكانيزم للديسبيوت ريزوليوشن، ممكن يتحول الى بايندنج لو اتفقنا. بنعين واحد نيوترال، لو اختلفنا بنروح للاي سي سي او للفيدك، سوري بنروح للفيدك تعين لنا ميدياتور. تروح للفيدك دي لو انت واخد الفيدك الوايت فيدك كوبي بيست بتستعمله، لو انت عامله تيلورد كونتراكت فبتكتب في النقطه دي يا باشمهندسين في البارتيكولار كونديشن، بيقول اذا حدث خلاف فيعين لي الهيئه نقابه المهندسين المصريين او جمعيه المهندسين الكويتيين هي اللي تعين لي المدير. بعد ما يتعين المدياتور، اي بارتي يعمل نوتيس للبارتي الاخر يقول يلا نعتبر المدييشن بروسيس ابتدت. النوتيس دي بعد 14 يوم يبقى المدييشن ابتدى فعلا. المدييشن لما يبتدي بنمشي في البروسيدور اللي مكتوب في البارتيكولار كونديشن بسريه تامه، بسريه تامه. ممنوع تستعمل اللي بيحصل جوه المدييشن في اي خطاب، في اي معلومات، في اي فيرذر اربيتريشن الا بموافقه الطرف الاخر. بقول لك بسريه تامه عشان ما تدخلش الموقف في كومبليكيشن وتقاضي. كونكلودد، لو عملنا كونكلوجن واتفقنا وخلاص وصلنا لاتفاقيه يبقى هي كده عملنا بايندنج، وقعنا عليها وبقت بايندنج. بعد ما وقعنا بقى معانا اتفاقيه ميديشن موقعه تتنفذ فورا. لو ما وافقناش وفشل الميديشن واتقطع او اتعمل له ترمينيشن لفشله، لا نستعمل المعلومات فيه تماما. ممنوع تستعمل المعلومات او المفاوضات او الديسكشنز اللي حصلت. بس ممكن تطلب للميديتور تقول له طب ممكن لو سمحت تعمل لي نون بايندنج كونكلوجن، تقول لي تكتب لنا ايه اللي حصل والموقف وصلنا ليه لغايه ايه، وبعد كده يجوز ليا لو بموافقه الطرفين اتحرك على الاربيتريشن. نفتكر في الفلو شارت دي، في البروسيس ماب دي، ان في المنطقه دي في ادجيديكيشن انتدك فيفث اديشن. انا كررت لك دي تاني عشان يلا بقى نكتب مع بعض الفيدك الوايت فيدك. احنا اتفرجنا على كل البنود، خدت لك كوبي بيست دي تاني بفكرك في عندي اجريمنت عايز اكتبها، انا المالك وانت الاستشاري، عندي جنرال كونديشنز موجوده فوق، عندي بارتيكولار كونديشنز الدكتور مصطفى ما وريناش شكلها، لا انا اسف هوريكم شكلها في السلايد اللي جايه. ابندكس 1، ابندكس 2، ابندكس 3، ابندكس 4، نفس الغلطه هنا، نرجع تاني نظبطها بسرعه عشان لما ابعتها لكم السلايد تبقى دي اسمها 3 ودي اسمها 4. 4 يلا نكتب مع بعض يا باشمهندسين العقد بسرعه في 10 دقائق نكتب العقد، عايزين نملى اللي بشرط دي. بارتيكولار كونديشنز، فين البارتيكولار اهي، فين الجنرال كونديشنز يا باشمهندس محمد صبرا؟ الجنرال كونديشنز اللي شفناها هنا الكلام الكتير ده فاكرينه؟ كوبي بيست من الفيدك، انا طبعا عامل له مونتاج، انت هتاخده كوبي بيست من الفيدك. الشروط الخاصة بيقول لك روح للبند ده، البند ده في الشروط العامة محتاج تكتب بعض الأمور، عايز تعرف بعض الديفينيشن، عايز تقول ما هو المشروع اكتب اسم المشروع، عايز تكتب الكومنسمنت ديت هتبتدوا امتى اكتب جنبها يا باشمهندس خلال 14 يوم من الـ من الليتر اوف اكسبتنس، خلال 3 شهور من الليتر اوف اكسبتنس از يو لايك، متى تبدا مباشره الخدمات، تايم فور كومبليشن، مده التنفيذ قد ايه، لازم تكتبها. ما هو الفيدك الفيدك نفسه الفيدك منظمه الفيدك ما تعرفش انت اصلا من انت ولا مشروعك اسمه ايه ولا مشروعك مدته سنه ولا سنتين. فانا بملى معاك اهو يا باشمهندس، تحبوا نكتب بند مثلا، تعالى نكتب هنا تاريخ مباشره الخدمات من بكره 24 سبتمبر. خلاص ادينا بنكتب العقد مع بعض اهو يا باشمهندس. الحد الاكثر للتعويض هنكتب هنا 100 مليون ولا كام يا باشمهندسين؟
مدة المسؤولية 365 ولا 720 يوم سنتين. الحد الأقصى للتعويض. الحل الودي للنزاع، من هو مندوب المالك؟ من هو مندوب الاستشاري؟ القضاء والتحكيم، هل هتروح على القضاء ولا تحكيم؟ أنا كتبت تحكيم داخل جمهورية مصر العربية. خلي بالك اوعى تسيبها تحكيم مفتوح، الفيزيك هيوديك للاي سي سي انترناشونال تشامبر اوف كومنز، شروط خاصه اضافيه. فاكرين الاديشنال كلوز؟ نرجع لها بسرعه عشان نفتكر احنا بنملى فين دلوقتي يا باشمهندس. شايف البارتيكولار كونديشنز يا باشمهندس محمد؟ في بارت ايه اللي انا مليتها من شويه، في بارت بي الاديشنال كلوز، دي البارت ايه دي اسمها بارت ايه، دي اسمها بارت بي اللي جايه دي. يلا املى معايا يا باشمهندس محمد رأفت. The general conditions are those contained in Fiddick model agreed variations مش عارف ايه كل ده انت تكتبه. عندك ايه particular condition يا مهندس حازم؟ لو عايز تكتب اكتب هنا. هنا تكتب ما تشاء، ما يتفق عليه، ما تشاء. ما تشاء. ممكن تكتب هنا nominated sub consultant، ممكن. particular conditions appendixes. عندي سكوب اوف سيرفيس، هنكتب السكوب اللي هي جايه من تيرمز اوف ريفرنس اللي هي تي او ار، تاخدها كوبي بيست هنا. بيرسونال اكويبمنت، على على المالك يؤمن الكمبيوتر، على المالك يؤمن ثلاثه مهندسين مدني واثنين ميكانيكا يتابعوا مع الاستشاري ويسهلوا اجراءاته، وواحد مندوب خدمات حكوميه. ريمونريشن اند بيمنت، اسلوب الدفع، مبالغ الدفع، تواريخ الدفع، اي حاجه عايز تكتبها هنا. ابندكس 4 اوت لاين بروجرام، مده التنفيذ، تواريخ الموبلايزيشن والدي موبلايزيشن. ورقه كامله هتحط فيها تي او ار، تي او ار او سكوب سيرفيس. هتكتب بيان كامل بالبيرسونال بالاكويبمنت بالمرافق، هو اللي هيديك كهرباء في الموقع ولا انت اللي هتجيب جنريتور. ريميونريشن اند بيمنت، هندفع ازاي؟ ندفع للكار والسايد اوفيسز والمين بروجكت اوفيس واللابتوب والبرنتر والبلوترز والكمبيوترز والبوفيه والاكل. ممكن اكون عامل ميز بارامكو، بنعمل ميز، ممكن اعمل ميز كامل. ابندكس 4 ادي شكلها. ديبلويمنت بلان، هو اند وين ستارت وديمومولايز. ليبر لو بيجي ازاي؟ يجي في قد ايه؟ تعمل له ترمينيشن. عقد كويتي بيخسر كتير مع الاستشاري عشان في طريق ثلاث شهور ترمينيشن بيريود. يعني انت الاستشاري المالك من حقه يعمل ترمينيشن لموظف عند الاستشاري في يوم او خلال اسبوعين مثلا، بينما الاستشاري بيدفع الموظف بتاعه ثلاث شهور. عقد كوتي ممتاز في صالح الموظف. ده العقد الجديد يا باشمهندسين اللي اسمه فيفث اديشن. حبيت اخد لكم شويه 2017. مش معنى ان 2017 يعني جميل جدا وال 2006 وحش، بالعكس مالهاش علاقه. ادي البنود، بعض الاختلافات، ده الفورس. الفورس اللي لسه مخلصينه وصلنا للاربتريشن 8.3، هنا نمره 10 اسمه ديسبيوتس اند اربتريشن. قبليه انشورنس، قبليه لايبيليتيز، قبليه بيمنت، قبليه سسبنشن اوف سيرفيس اند ترمينيشن فقط. فقط تعالوا نشوف اخوه هنا. commencement completion variation termination، زي ما قلت لكم بند اربعه تقسم اثنين الفيديك القديم بقوا خمسه وسته. commencement مفيش فرق، consultant مفيش فرق، كل ده مفيش فرق. دي مميزات الجديد، بيتكلم عن الليابيليتي، بيتكلم عن الانفورس بدايه التنفيذ امتى، كلها اتوضحت اكتر. بيتكلم عن ستاندرد اوف كير، بيتكلم عن فورم اوف اجريمنت اتكتب فيها برايورتي اوف دوكيمنت. كنا شويه متلخبطين في الفيديك 4 فورس اديشن، سوري انا اسف على التاخير يا باشمهندسين، بشكركم طبعا انكم صابرين معايا. كل دي نقطه في العقد العماني مثلا او العمان، بنتوجه فورا للاربتريشن ولا بنروح لاجيتيشن ولا بنروح لميديشن. قلنا ميديشن وقلنا ادجيديكيشن. هنا في العمال بننطلق فورا على
على الأربيتريج. الافليت بعض الفيديك الوايت فيديك ده بيشتغل مع مين اكتر؟ اكتر فرصه بيشتغل مع الفيديك الاحمر، بيخدم الفيديك الاحمر، مش بيشتغل مع، بيخدم الفيديك الاحمر. يعني انت مقاول مالك عامل فيديك احمر مع مقاول، مالك مع مقاول خلال فيديك احمر، انا اعمل مع الاستشاري بتاعي فيديك احمر. بروجكت مانجمنت سيرفيسز، تكنيكال سبورت سيرفيسز، ادفايزنج سيرفيسز، اعمل فيديك ابيض. ديزاين بيلد، لو انت مالك شغال في ديزاين بيلد هتعمل ليت بروجكت كونتراكتور اندر ديزاين بيلد، وعايز استشاري عينه بالفيديك الابيض. في سيكونس للاعمال اللي احنا شفنا في السلايدز الكتيره العايمه دي، تعالوا نعمل كده، شايفين كده السلايد، شايفين السلايدز اللي رايحه جايه دي كلها كام سلايد؟ كل جنرال كونديشنز والفيديك. اللي عايز يطبق عقد فيديك ابيض ممكن يقرا السلايد دي عشان يعرف هو هيتحرك ازاي خلال المشروع بتاعه كله بمدد زمنيه بتايم بارز. كل طبعا كوبي بيست، انا مش انا اللي عاملها، انا كاتب عليها هاي كوبي. شايفينها وايت بوك، دي الفروقات والبروس اند كونز اللي في الفيفث اديشن، او السمات الرئيسيه في الفيفث اديشن. كل دي سمات رئيسيه، 17 سمه رئيسيه. لو انت شغال فيديك ابيض وعايز تجيب سب كونسلتنت، عينه بالسب كونسلتنت اجريمنت بتاعت الفيديك. عفوا، طبعا انا بتحرك بسرعه عشان عارف ان احنا زودناها عليكم. السب كونسلتنت مبدا نكتب في الاجنده باشمهندسين، دي المحفوظه المربعه او خمسه. السب كونسلتنت دايما تذكر الباك تو باك اوبليجيشن، هي مجحفه للطرف المزعن او الطرف الضعيف، بس هي امن طريقه لو انت مستعجل. في فروقات بين الوايت بوك وبين السب كونسلتنت اجريمنت، توافق وفروقات في بعض الامور. The subconsultant agreement can only be used in the client consultant agreement is drafted based on subconsultant اللي لسه كنا فيها دي. يجب ان تستعمل لو خدتها كوبي بيست من الفيديو، يجب ان تستعمل لما انت تكون شغال وايت فيديو، لما انت تكون شغال وايت فيديو. من البروس اللي حصل او الفيديك 2017، في درافتنج اوبشنز وير افيلبل. عشان تعمل عقد الفيديك 2017 في تو اوبشن، في اوبشن منهم يا اما تاخد الفيديك كما هو كوبي بيست، يا اما تعمله فيسبوك، او تعمله تيلر، او تعمله ايديتنج. زي ما قلنا ايديتنج هتكون على البي سي البارتيكولار كونديشن، وهتكون على الابندكس مش على الجنرال كونديشن. ذا ستاب كونسلتنسي ادين بيكمز اوتونومس بي بروس اند كونز ستاب كونسلتنسي اجريمنت. بعد كده في جوينت فينشر اجريمنت بين الكونسلتنت وبين الاتحاد كونسلتنت، بين اثنين او ثلاثه او اكثر، سواء كونسورتيوم او جوينت فينشر لما يكون المشروع مستدعي ذلك، او في العقد الكويتي بالذات بيطلب، يقول لك في كونسلتنت اجنبي يجب ان يشرك معاه كونسلتنت وطني، فممكن يتفقوا مع بعض بجوينت فينشر او بيتفقوا بسب كونسلتنت اجريمنت. المهم ان العقد الكويتي بيجبر الشركات الاجنبيه تستعين من دي زيرو، من قبل التعاقد مع الحكومه تستعين بمكتب كويتي. ده بقى شكل عام اللي عايز بقى يعمل فعلا. انا جبت من احد الزملاء نسخه وعملتها كوبي بيست هنا عشان تتخيل انت شكل العقد المتكامل بتاعك لو هتعمله على الفيديو. لا
ده عقد تنفذ بالفعل. طبعا انا شفت بكده انت تكون تعرف تكتب عقد كلي ابيض. بنروح طبعا ما عندناش وقت، ولكن بصفه عامه العقود الحكوميه السعودي الكويتي العماني، في بعض التجاوزات، وفي بعض الفرص، وفي بعض العيوب. التجاوزات جت من تدخل الجهه الاداريه الحكوميه في اعداد العقد مشتق من الفيدك، فابتدت تضعف في العقد، او ابتدت تخل بالتوازن، مثلا بند مش مكتوب في الفيدك، السكيدول لو كان المقاول عليه سكيدول والمقاول اخفق في عمل السكيدول البيز لاين سكيدول المشروع، مكتوب في عقد الاستشاري في هذه الحاجه لا الاستشاري يقوم بتنفيذ السكيدول. ودي من الناحيه العمليه موضوع معقد جدا، مش عارف هنجيب الاكويبمنت منين وهنجيب الريسورسز منين عشان اعرف اعمل سكيدول بناء نيابه عن المقاول اللي مش عارف يحدد لنفسه الريسورسز والاكويبمنت عشان يعمل لنفسه سكيدول. المفروض دلوقتي الاستشاري هو اللي يعمل. قريتها في العقد السعودي وفي العقد الكويتي. الفاليو انجينيرنج سهله وجميله في العقد الكويتي، مش واضحه قوي في العقد السعودي. الحكومات بصفه عامه مش قابله، لا تقبل المشاركه في الربح او المشاركه في الفرص والتحديات بشان الفاليو انجينيرنج. الغرامات على الاستشاريين في العقد الحكومي قوية جدا، أقوى مما ينبغي. المدد الزمنية لتنفيذ التزامات الاستشاري في العقود الحكومية مش واضحة كتير، مش مكتوب كده الاستشاري، يعني مش معمولة بريك داون أو governance ماتريكس للاستشاري كويسة. نتكلم مثلا لو هو كاتب بنود كويس في العقد السعودي، نتكلم عن الشوت دوم، نتكلم عن الأزبل ريفيو، طبعا بنتكلم عن بعض الديزاين. الامور دي مش متفصله، كانت محتاجه جفرنس ماتريكس ومبين فيها تواريخ، سوري مبين فيها مواعيد وتايم بارز، ومبين فيها غرامات مستحقه. مش واضحه كتير. العقد الكويتي فيه على الاقل 5 ورقات غرامات مفيده جدا ومسهله عمل الاستشاري وعمل المقاول. النسخ اللي امامنا حاليا هي نسخ تجريبيه، وان شاء الله نكون شرحنا النهارده ازاي اعمل عقد تيلي فابيض ومميزاته وعيوبه. على الاقل عملنا هايلايت للمشاكل اللي في الفيديك 4 اديشن، وعرفنا ان في الفيديك 5 اديشن 3 بعد هذه الملاحظات. اتمنى اكون تركت، انا عارف ان احنا كتير مننا شاف الفتره اللي فاتت الفيديك الاحمر، وعشان كده انا ما حبيتش اتكلم عن الفيديك الاحمر كتير او اتكلم اعمل محاضره عن الفيديك الاحمر. كفايه الناس كلها ان شاء الله سدتنا بيتكلموا فيها. ان شاء الله يكون الفيديك الابيض خدنا عنه فكره. هو نسخه، اختصر، هو نسخه، هو نموذج لتعاقد استشاري مع مالك لتقديم خدمات استشاريه. العقد الكويتي لنفس المبدا اشتق منه، الكويتي يعني الحكومي الكويتي. العقد السعودي اشتق منه كتير، العقد الاماراتي اشتق منه بحياديه كبيره، العقد العماني كذلك بحياديه كبيره. ولكن يبقى العقد الفيدك بصفه عامه يحتاج ناس برودنت تتعامل مع البارتيكولار كونديشن والابندكس. بشكركم كتير، بشكر بي اي ام العربيه، بشكر الاساتذه المحترمين اللي خدت من وقتهم كتير، بشكر الاسماء اللي انا عارفها والاسماء اللي انا مش عارفها في المشاركين. تحياتي ليكم، ونبتدي نشوف لو في اسئله، و نشكركم على التفسير ده ونعتذر على التفسير اللي حصل. ألف شكر، ألف شكر لحضرتك يا دكتور مصطفى. في بعض الأسئلة، باشمهندس أحمد اتفضل.
السلام عليكم، الله يعطيك العافية دكتور، وبارك أهلا الله لك أهلا. بهالجهد الطيب وبوقتك، محاضرة جدا رائعة. أنا آسف على الصوت مشان القريب، إحنا بلش عنا هون الخريف، فهذا يا ريت يكون الصوت واضح ومفهوم. طيب راح عمان الأردن؟ عفوا، عمان؟ لا بألمانيا ألمانيا بفرانكفورت. الله يبارك فيك يا دكتور. طيب راح ابدا محل ما انت انتهيت لما عم تحكي عن الابيض، ويا ريت يعني الانسان بطبعه طماع، بس افضل الطمع بالدين والعلم، انه ان شاء الله هيك نسمع منك بالايام الجايه عن الكتاب الاحمر او حتى الاصفر وباقي الكتب اذا سمح وقتك. يشرفني يا الله باشمهندس يبارك، احمد، الله يبارك فيك يا سيدي. اذا المهندس واذا بي اي ام عربيه انا عن هذا نعم المانع، برضه ما فضلش الاحمر عشان الاحمر مستهلك. نعم الاحمر حضرتك مهتم فيه اوف لاين، انا تحت امرك يعني 24 ساعه بارك الله فيك. بعد الزملاء عارفين. طيب فالاصفر باذن الله انا انترستد في الصعوبه بتاعت الاصفر، بحب الاصفر في صعوبه، وعملت فيه بيبر قريب، كويس بيبرز يعني اخر حاجه بيبر فيبر. فإن شاء الله يشرفني إن أنا أتكلم عن الأصفر، يكون المحاضرة الجاية في الأصفر في يوم ما أحدده في أي إم العربية. شكرا على اهتمامك وعلى ذوقك شكرا وعلى يا سيدي ثناء. بارك الله فيك. في بعض الأسئلة يعني لو كانت شوي طويلة، بس أتمنى أنه يكون كمان خاطر على بال الأخوة، بيكون هيك شوي ما أخذنا من الوقت كثير. السؤال الأول اللي أنا حابب أسألك إياه وأعرف من حضرتك من خبرتك، هو سؤال بذهني، انه كون يلي وضعوا الوايت بوك او يلي عملوا هالاجريمنت هاي، هني نفس الكونسلتنت يعني انت التاسك فورس يلي هي بالكونتراكت كوميتي عند فيدك، هني نفسهم الاستشاريين، بقى الى اي مدى شايف انه في هي فير مع بمقارنه غيرها من الكونتراكت، ان كان او اجريمنت، ان كانت بالبلد نفسه او بالان اي سي، هل انت شايفه اني تفير بالعلاقه بين الطرفين؟ هو كلام سؤال حضرتك جميل وصميم التحدي المستمر بين المالك والاستشاري. التحسين اللي حصل في اتجاه الفيفث اديشن على سبيل المثال يا باشمهندس، ناخد احد الامثله اللي هو المعلومات التي يقدمها المالك الى الاستشاري. الفورث اديشن كانت بتقول الاستشاري يبقى رياكتيف وينتظر المعلومات من المالك، استشاري ينتظر المعلومات من المالك. التحسن اللي حصل في الفيفث اديشن بيقول ان المالك ينفذ طلبات الاستشاري لاعطائه معلومات، يعني الاستشاري هو اللي هينيشيتيف، هنا هو اللي هيعمل الانيشيتيف، هيبعت خطاب للمالك يقول له انا عايز 1 2 3. كان في المرحله 4 او في الفورث اديشن كان الاستشاري رياكتيف خالص. ده يوضح ان في تحسين بيتجه نحو التعادل. واللي انا بقوله يا فندم، اللي انا بقوله ان انا مش لازم استعمل الفيدك وانا ما عنديش خبره، الفيدك عموما. انا كاستشاري او مقاول او امبلوير، استشاري او مقاول او امبلوير او كلاينت، لا يجوز او لا 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 ليس في صالح العمل ان انا اقول خلاص في ناس كتيره قالت الفيدك كويس هستعمل الكتاب الاصفر واتوكل على الله. انا لازم اكون عندي خبره، والا انا هضر المشروع مش هضر نفسي بس، انا هضر المشروع. وحضرتك في البارتيكولار كونديشن والابندكس هي فرصه اطراف العقد في تاكيد التوازن، وليس الفيدك هو اللي هياكد التوازن. في عندنا ديزاين لايبيليتي مثلا في البلاد العربيه معروفه ان هي دايما بنخليها على المقاول حتى لو العقد ديزاين بيتبني. واضافه لذلك في بعض العقود الاداريه في العقد الكويتي شفتها، خلاص هو ديزاين بيتبني كامل المسؤوليه على الاستشاري على المقاول. تيجي عندك في تعمل وايت بوك تلاقي المقاول الجهه الاداريه الحكوميه في الخليج راحت عامله انزيرشن بند، وعلى الاستشاري يراجع الرسومات ويكون مسؤول عنها مسؤوليه كامله كما لو كان هو المصمم. طيب ده كده ما فيش توازن، كده بيحمل الاستشاري، مع انك لسه بتقول قد يكون الاستشاريين لما اعدوا العقد اجحفوا حق المالك،
يجي المالك في العقد الاداري في بعض الدول الخليج او في بعض القطاع الخاص يزود كلمه وعلى الاستشاري مراجعه الرسومات. طب ده الرسومات اتعملت في سنتين، الاستشاري هيراجعها في شهر ونص شهرين ازاي؟ فحضرتك طبعا عندك الى حد كبير حق في التخوف، بس ده يؤكد ان انا لا استعمل هذه النماذج الا لو عندي خبره. يعني لا اخفيك سرا ان انا بستعملها من زمان جدا. عايز تقول ان انا من زمان كان عندي الخبره بعمل بيها درافتنج من زمان جدا؟ هل انا كنت زمان جدا عندي الخبره اللي بعمل بيها درافتنج النهارده؟ طبعا ما كنت. المقاولين اللي عملت انا الدرافت واديته للمقاول عشان يبتدي يقراه ويفكر، مسك الجنرال كونديشنز بتاعت الفيلك الاحمر وشال نصها وحط نص جديد، يعني العقد ما بقاش عقد خالص. ففعلا فهمناه وتفاهمنا وصلنا، وجاب كونسلتنت لنفسه عشان يفهم يعني ايه فيلك احمر، يعني ايه جنرال كونديشنز بارتيكولر كونديشنز. طيب معناتها السؤال الاخير عشان ما هذا اخذ من وقت حضرتك كثير والاخوه، اشرت انت بفتره بمجال الدفع لما بيكون المالك عامل العقد والاستشاري مثل حالاتنا نحن، هو مكتب من برا انترناشونال. طيب ايش الوضع لما بيكون مسجل بالبلد نفسه؟ يعني مثلا بتلاقي في بعض الكونسلتنس اللي عندهم مثلا بالسعوديه، خلينا نقول اكس واي سعودي ارابيا، بيكون عنده مسجل وعنده ريجستر وهيك، بهيك حال شلون موضوع تغير العمله وفرقه مثل حاله مصر من 2013 ل 2017؟ مش حضرتك هنعمل العقد ليكون فيدرال ابيض مكتوب فيه جنسيه جنسيه المالك وجنسيه الاستشاري؟ طيب فالاستشاري ده لو هو كاتب انه سعودي خلاص انا سعودي، لو كاتب ان هو الماني او انجليزي هيكون كاتب ان هو الماني او انجليزي. وعملة التعاقد ايه هي عملة التعاقد؟ هل هي جنيه استرليني ولا هي يورو ولا هي جنيه مصري؟ فهنا ماليش علاقة انا هو فرع ولا هو رئيسي، هو اسمه جنسيته ايه في العقد هي دي اللي بتحكم. نعم بلد المشروع ايه في العقد هي دي اللي بتحكم. قلنا بلد المشروع اللي فيها معظم الاعمال هي دي اللي بتحكم. فاذا كان الماني وكاتب انه الماني يبقى خلاص هو ليه علاقه بالفورن كرنسي. شكرا ليك يا دكتور. شكرا، الله يعطيك العافيه ويبارك فيك يا دكتور. شكرا. باشمهندس سمد. باشمهندس سمد. طيب في بعد اذن حضرتك يا دكتور في السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا بنشكر الدكتور مصطفى على المحاضرة القيمة ديت، ونتمناها إن شاء الله تتكرر في عدة مواضيع، طبعا في نفس المواضيع، لأنها فعلا بتبقى ثرية بمعلومات كبيرة جدا وعظيمة للإخوة كلنا. سؤالي دكتور مصطفى، في حالة عقد الاستشاري و الفيديك مثلا ابيض دوت، وفي مثلا احنا في السعوديه مثلا على افتراض ان في حصلت ضرائب او رسوم او فات حصلت اثناء التنفيذ او زياده مثلا رسوم الاقامه او خلافه، فهل بيبقى في يقدر الاستشاري يعمل كليم للمالك بهذه الزياده ولا لا؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني طلب من اذن حضرتك، يعني لو زودنا او الاخوه في المجموعة تزودنا بكتاب الأبيض، وزي ما أنت موجود على سبيل المثال عربي وإنجليزي، يعني على أساس برضه يبقى الناس والإخوة كلنا نبقى محتفظين بهذه النسخة، وتسجيل المحاضرة طبعا القيمة ديت، ويكون شاكر لحضرتك دكتور مصطفى. شكرا. شكرا لك يا المهندس عماد، طبعا أستاذ كبير في العود معروف في الميديا في السعودية، غني عن التعريف. شكرا لك على اهتمامك وحضورك المحاضره. بنشكر الدين العربيه انها تدينا الفرص دي ان احنا نتفاضل. بالنسبه للضرائب والرسوم وتغير القوانين وتغير الرسوم وفرض ضرائب جديده، بنرجع لبند اللي اسمه الشنج انجستيشن، مش بند سماد مكتوب فيه كده ان هو يحق التعويض اهو اكتر
الشريحة باينة يا باشمهندسين؟ نعم نعم واضح. نعم نعم يبقى بكل وضوح من حق الاستشاري التعويض. وزارة المالية دايما بتنزل لائحة تنفيذية تاخد بيها مستحقات. إذا نعم، الإجابة نعم، سواء ضرائب، سواء رسوم إضافية، سواء جمارك زيادة، أي حاجة منها. السؤال الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم، كنت عايز أجيب لك برضه تغير الظروف، اللي هو بند 4-5، المفروض ده من أهم البنود اللي بتبقى عندنا في الأجندة، إن إحنا بيحمل الاستشاري كتير وبيعمل توازن اقتصادي للعقد، بيعطي القاضي شنج ان سيركمستانس. تمام كده يا باشمهندس عماد؟ تمام تمام يا دكتور، ان شكرا شاء الله اي شكرا حاجه جزيلا تانيه. دكتور. هارد كوبي والكلام ده كله مطلوب منه طبعا. في سؤال تمام تاني؟ دكتور. في تمام، لا سؤالين، شكرا دكتور. في سؤالين في حال الرغبه في زياده المان او المان باور، هل يجوز عمل امندمنت الاتفاقيات الاستشاري وايه شروطه لو احنا عايزين نزود المان باور؟ استشاري عايز يزود المان باور، في حاله الرغبه في زياده المان باور. معلش يا باشمهندس عمر، انا هفهم نعم ان السؤال بيقول اذا طلب الاستشاري زياده المان باور لسبب ما، في حاجه غير كده لا، في حالة الرغبة بس في كده؟ زيادة المان باور، هل يجوز عمل هل كان يجوز اوردر عمل كان امر كده. هل ينفع ان احنا نعمل تعديل؟ تمام، خليني اصيغ السؤال كده للبشمهندس اللي بيسال، هل متى يحق للاستشاري عمل تعديل في الاورجنايزيشن ستراكشر بتاعه؟ الاستشاري عنده، هنختصر الاعداد، الاستشاري عنده 5 مهندسين ديزاين، ستراكشر ديزاين، الخمسه المهندسين احنا بنتكلم عن بي او كيو فيها اعداد. المشروع ده اتفق الاستشاري مع المالك على 5 مهندسين استراكشر ديزاين وخمسه بيم كوردينيتور، ولا 2 بيم كوردينيتور لمده 3 سنين. ده الجزء اللي مهتم بيه الاستشاري دلوقتي، عنده مشكله فيه. الخمسه زائد 2 بيم كوردينيتور ما يخلصوش الشغل في حالتين، يا اما ما يعرفوش يخلصوا الشغل المنوط لهم خلال ال3 سنين، يا اما اكمل معلش، ال5 مهندسين واثنين بيم كوردينيتور هيقبضوا، هيستلموا فيز في الشهر اكس 1000 ريال. فاذا مبلغهم على بعضه 200000 ريال في الشهر، ال 200000 ريال دول في 3 سنين ب 720 ألف ريال، ولا مظبوط 720 ألف ريال. الاستشاري بيقول أنا عارف أنا هاخد منكم 720 ألف ريال عشان 5 مهندسين واثنين بيم كوردينيتور، وأنا النهاردة بقول لك يا مالك هذا العدد غير كافي للسكوب أوف ورك الأصلي للمشروع. هل يجوز للاستشاري طلب تشينج هنا؟ انا برد بقول لا يجوز للاستشاري طلب التشينج هنا. كررت كلمه الاصل، انا بختلف عن بعض الدكاتره او المحاضرين في طريقه شرح المساله. انا بقول الاصل عشان اقطع الاستفسارات، ماذا لو ماذا لو، السكوب الاصل. فاذا لا يجوز تعديل ال 720 الف ريال في اطار السكوب الاصل. طب ممكن السؤال يكون ايه تاني؟ طب افرض السكوب ما بقاش السكوب الاصلي، بقى فيه اديشنال سيرفيسز. اديشنال سيرفيسز تدور حضرتك بعد المحاضره عن الاديشنال سيرفيسز اللي انا كاتبها. ما دام في سكوب اضافي يبقى فيه اديشنال سيرفيسز، يبقى فيه تشينج ريكويست باي ذا امبلوير، يبقى فيه تشينج اوردر تو بي بريبيرد باي ذا كونسلتنت اند سبميتد فور ابروفال باي ذا كلاينت. هم دول الحالتين. نعم زودنا الاكشن
الاستشاري اقترح قال الخمسه زائد اثنين مش كفايه على السكوب الجديد، انا محتاج ازود اثنين ستراكشر انجينير وواحد بيم كوردينيتور، دول يعملوا في الشهر 70000 ريال، يعملوا 60000 ريال، 60000 ريال هيشتغلوا زياده 7 شهور، يبقى 60000 ريال في 7 شهور ب 400000 ريال، يطلع تشينج اوردر ب 400000 ريال كونديشنال الاشخاص التي الذين وظائفهم كذا وكذا سيعملون لمده 7 شهور بدءا من شهر يناير الى بدايه شهر اغسطس فول ستوب. شكرا لك مهندس اللي سالت هذا السؤال. هل شوف حضرتك دكتور السؤال الاخير، في حال قام صاحب العمل باخفاء معلومات عن الاستشاري عملت اخطاء، لو صاحب العمل اخفى معلومات عن الاستشاري وده ادى لحدوث اخطاء، ايه هو الحل في حاجه زي كده؟ اخفاء المعلومات عن الاستشاري وعدم قيام المعلومات قيام المالي او قيام الطرف ببذل العنايه الكافيه لامداد الطرف الاخر بالمعلومه المطلوبه او الغير مطلوبه او التي يرى ان تكون لها صله بالعمل، بيقع تحت بند اسمه سبايرن دكتورين في امريكا، او المسؤوليه عن اعطاء المعلومات، دي موجوده في القانون اكثر من العقود. طبعا تو انتايتل ذا كونسلتنت فور فيري كلير كليم اند substantiation will be very easy in that part. المالك لو اخفى معلومات المالك مدان، المالك مدان، المالك مدان. تمام يا دكتور، شكرا لحضرتك يا دكتور، محاضره قيمه ويعني خلت عندنا شغف ان احنا نتعرف اكثر على الفيديك ونتعلم منه اكثر، استفدنا كتير جدا جدا، يعني كان عندنا فكره عن الفيديك مبهمه، انما حضرتك ما شاء الله سهلت لنا الموضوع، الله يكرمك يا دكتور، جزاكم الله كل خير. انا كده هزعل من حضرتك، هو مش موضوع، هو حاجة عادية خالص، ما ينفعش يتعمل بيه دعاية، ما ينفعش يقول مجموعة الفيزيك ومجموعة الفيزيك، الموضوع بسيط بالنسبة للمهندس بالذات والمحامي طبعا، موضوع جميل، موضوع بسيط، ما هوش قانون، ما هوش دكتورين، ما هوش قاعدة فقهية، ما هوش مجموعة عقود أثبتت نجاحها لذيذة وجميلة، ما هيش الموضوع اللي يخلي حد يبص الى شبح. دايما انا بصر لما التقي بزملاء خبره كبيره زي حضراتكم اؤكد على هذه الجزئيه عشان اوقف الفوبيا اللي بتعملها بعض الدعايات. الموضوع بسيط خالص يا باشمهندسين، وبشكر المهندس عمر طبعا ان هو ذكر الجمله دي، وانا متاكد انه يقصدها عشان راجل كبير ومعترف او محترف. أشكركم جميعا وأتمنى أن نلتقي قريبا في بيم العربية، وأشكر بيم العربية على مجهود الرائع اللي هي بتعمله، وربنا يقدرنا كلنا على إن إحنا نتعاون في خير دائم. شكرا للمهندسين، الباشمهندسين حبايبي واللي أعرفهم واللي يعرفوني واللي ما أعرفهمش، دكتور إبراهيم عطية شخصية موجود هنا إن شاء الله، والأساتذة الكثيرة معروفين، واحمد شطر طبعا حبيبي واخويا، ربنا يخليكم كلكم، واشكركم يا باشمهندسين، بشكر مهندس عمر سليم، وبالنيابه عنكم كمان بشكركم، بشكره هو، والى اللقاء في محاضرات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.